اهلا بكم، كل جمعة وانتم طيبين. جمعة مباركة ان شاء الله، ويوم مثير ومهم للغاية. اهمية اليوم ان احنا لأول مرة بناخد منحة جديد في توصيف الامراض، وهو المنحة على فكرة الانجليزي يعني او يعني الاوروبي عموما، اللي هو توصيف العرض ثم عمل ما يسمى ب differential diagnosis او تشخيص مقارن. واهم الاعراض في الحياة على الاطلاق اللي الناس بتفكر فيه هو الالم. الالم او كلمة بين وكلمة ثقيلة الظل. امبارح لقيت تعبير لطيف جدا على الفيسبوك، حد بيتألم من سنانه مثلا، فكاتب جملة لطيفة جدا: عادي جدا ان ألم السنان ممكن يؤدي الانتحار. طبعا بيضحك في الاخر، يعني دي جملة كوميدية، ان من كتر الألم ممكن الواحد يعمل اي حاجة. الألم واشهر الآلام على الاطلاق مثلا ألم الولادة. ألم الولادة هذا الألم الرهيب الرهيب، لما يجي نشوف كده ازاي الست ممكن تتألم، وازاي الست ممكن وهي بتتألم تكرر هذا الألم تكرارا ومرارا، رغم ان هذا الألم يقال انه ألم عنيف جدا. الألم الولادة ده بيحصل اتساع في عنق الرحم، هذا المكان المؤلم جدا جدا اللي كله أعصاب حسية، ويندفع البيبي بطريقة ما هنتكلم عنها النهاردة، ويخرج البيبي بلثة معينة ويخرج إلى الحياة. الحقيقة الألم ده، الألم بتاع الولادة بيخلي يعني كما يقولون لو الرجل اختبر هذا الألم لن يكرر أبدا عملية الولادة. الست ازاي عندها الصبر انها تكرر مرة واثنين وثلاثة، وزي اتساع عنق الرحم لطفل يزن كم كيلو، وراس ازاي الدايمنشن بتاعها وابعادها كبيره جدا، وبتشوف اللفه ازاي، وبتخرج بقى من عنق الرحم عشان تخرج في النهايه. وممكن جدا يلجا الدكتور الى حركات مساعده زي ما زمان شق العجان او ابيزيوتومي عشان افتح، عشان ممكن الطفل ما يعرفش يعدي، او في الاخر يعرف يعدي الى الحياه. هذا الالم هو الم الولاده او البين اوف ليبر. حاجة مشهورة جدا انه الناس كتير مش عارفة بقى في مقدمتنا انه الالم انواع. لازم تفهموا ان الالم انواع، في الم عميق والم سطحي superficial sensation او الالم العميق السطحي، والالم العميق اللي بيسموه deep sensation. لو احنا بصينا للمسارات بتاعت الالم ده من ناحية الفسيولوجية، ده اللي يعني فكرة البطن دايما على الالم يبصوا له ازاي. الالم في البطنة ان انا لازم ابص للجهاز العصبي، لو انت اتلمست في اي جزء من اجزاء جسمك مثلا في السنان، في الجلد، في جزء في المخ على فكرة بيحس، في منطقة في المخ اسمها منطقة 1 و2 و3. شوف بص الايد وصلها على طول عبر الجهاز العصبي، عبر مسار طويل جدا بيمر بما يسمى بالمهيد، وبيمر ليوصل لغاية منطقة اسمها منطقة 1 و2 و3. دي المنطقة اللي بيصلها كل الالم دي. شوف بص الاعصاب ازاي في مسارات توصيل الالم او مسارات توصيل الاحساس عموما، مش لازم الالم، لان الالم نوع من الاحساس، وفي الم زي ما قلت لك او في احساس قد يكون سطحي، وفي احساس قد يكون عميق. طبعا الالام في الانسان بتتطور وبيبقى لها اشكال، وكمان بيبقى لها حاجه اسمها ذاكره الالم. يعني لما الانسان يتكرر عنده الاحساس كذا مره بيبعت الذاكره بتاعت هذا الاحساس في الفص الامامي في المخ عشان يقول له انا مثلا حسيت بالسخونيه، انا خلي بالك الحاجات دي سخنه فخلي بالك منها، انا حاسس ان لما احط ايدي في الفريزر هتلسع لسعه البرد فخلي بالك منها، ابعد عن الحاجات دي. ده اسمه ذاكره الالم، ودي بتتخزن في الفص الامامي في المخ او ذاكره الاحاسيس. النهارده حقيقه ضيفي العزيز هالني ان هو بيفكر بطريقه مختلفه تماما عن الاسلوب اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، وفعلا النهارده حوار ممتع وممتع لانه منظور مختلف. احنا هنتكلم على الالم بكل اشكاله بكل انواعه. طبعا انا متشوق ان انا اسمع الطرح الرائع جدا كالعاده، المثير جدا كالعاده، من قيمه علميه كبيره واسم كبير، وطبعا مرتبه علميه ولا افضل ولا اعظم من المرتبه العلميه لضيفي الكبير، طبعا العالم القدير والاسم الكبير والاخ والصديق العزيز جدا طبعا الاستاذ دكتور سيد الاخرس، استشاري امراض النساء والحقن المجهري وجراحات المناظير واطفال الانابيب، والحاصل على الزماله الامريكيه للمناظير الجراحيه المتقدمه والمساعده على الاخصاب، وعضو جمعيتين الاوروبيه والامريكيه للخصوبه والعقم، وعضو جمعيه العالميه لجراحات مناظير النساء، المؤسس لمستشفى الامم العريقه، والمؤسس لاول مركز متكامل لعلاج بطانه الرحم المهاجره في الشرق الاوسط، واحد اهم الكوادر الطبيه مصريا وعربيا، والاسم العالمي الكبير. بلا شك
دائما مبدع ودائما متالق. اهلا بك دكتور ايمن. اهلا بك. لو انت اكثر ولا انت يعني انا اولا عايز يعني اقدم لك تحياتي وتهنئتي الكبيره لاختيار اسلوب مختلف في الطرح، وهو اسلوب الطريقه الانجليزيه او الطريقه الاوروبيه الامريكيه اللي هو العرض ثم نتكلم عن الامراض، ودي حاجه على فكره غير متعارفه في الحوار الطبي المصري على الاطلاق. بس دكتور ايمن، واحنا دايما يعني بنبقى واحنا في طريقه طرحنا او العمل المشترك، وانت جزء اصيل من العمل ده بدون ادنى مجامله، بيبدا يترسب في 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 تصرفاتنا وفي سلوكياتنا بعض التغيرات اللي ممكن تخلينا ناخد بالنا من حاجات هي كانت اوريدي موجوده او حوالينا. وساعات كمان ما بيسعفكش الوقت انك تتكلم في وقت واحد في كل حاجه، وبعدين انت بتبني القواعد الاول، وبعدين تبدا تحط عليها اي شيء، تحط ارفف وبعدين تحط فيها كتب، هتبني اساس وتبني فيه عماره. المهم الاساس الاول ان حد يبدا يستوعب ان في حد مهتم بيه، فيبدا ينصت جيدا، ومن هنا تبدا العلاقه المشتركه بيننا وبين اطراف اخرى لا نراها ولكنهم دائما ابدا في متابعه مستمره، مبسوطين من الطرح وبيسعدوك بسعادتهم، وفي نفس الوقت بيخلوك عندك دفع ايجابي انك كمان وفي ايه الجديد. الالم زي ما انت بتتكلم وانت دكتور متمكن جدا في مادته، ربنا يخليك، والبطنه زي ما كانوا بيقولوا ان ام الطب، على اساس ان اول حاجه او اول طبيب يمكن بيشوف كل الامراض او معظم الامراض هو دكتور الباطنه او طبيب الاسره، ومن خلاله تبدا يتجه الى الافرع المختلفه، الا ان بعض المرضى اللي بيبقوا عارفين من البدايه هيتوجهوا فين نتيجه ان هم زي ما قلت ان الالم ليه ذاكره، فهم بقى عندهم ذاكره لما الحدث ده حصل راحوا لمين، فبيكملوا معاه مره واثنين وثلاثه. الدكتور فلان ده كويس جدا في العصب، كويس جدا في الغده، كويس جدا في الولاده، كويس جدا، فتلاقي اوتوماتيك ذاكرته كمان سعفاء يروح فين. الالم على العموم قبل ما نخش في تعريفات علميه، الالم هو جزء اصيل من حياتنا، جزء اصيل من كل بيت موجود. الالم شيء يعني متلازم لحياتنا منذ البدايه، منذ بدايه اول يوم ولاده لغايه اخر يوم واحنا الالم مستمر. ألم الولادة هل هو طبيعي ولا غير طبيعي؟ هل هو فيسيولوجي يعني مرضي ولا هو تغيرات فيسيولوجية طبيعية موجودة عند المرأة؟ ألم الأسنان اللي موجود، ألم الطمس، الدورة الشهرية، إمتى يبقى طبيعي وإمتى يبقى غير طبيعي؟ إمتى البنت تبقى فاهمة وأهلها إن ده ألم طبيعي وألم غير طبيعي؟ ألم إن حد اتخبط وحادثة، ألم ده معناه إيه؟ الحادث ده اللي حصل وليه شعر بالألم؟ وليه تنبأ إن وجود ألم؟ وهل الألم ده ميكانيزمه عبارة عن إيه بالظبط؟ وعاوز يقول إيه؟ ألم من ساعة ما ست بتولد ليه هي بتصرخ؟ وصراخها ينتهي عند صراخ الطفل؟ وهل الطفل عند الولادة بدأ يشعر بألم بمعنى لما اتولد طبيعي ونزل من المكان الضيق ده وحصل كومبريشن على كل جسمه وضغط، فبالتالي ابتدى يتألم، فبدأ لما ينزل يصوت ويصرخ بعد كده يهدى؟ ايه اللي بيخليه هدي؟ ايه اللي خلى بعض الناس لما تاخد بعض الأدوية الألم يقل او يكاد يختفي؟ طفل صغير سخن بيتألم، خد مسكن، بدأ يتحرك، بدأ ياكل ويشرب، ايه الصداع ويعني ايه؟ يعني ايه الألم؟ يعني ايه بالظبط؟ هل موجود مختلف من حد للتاني؟ فبقى الألم دلوقتي على العموم وعلى الخصوص، أي مستشفى شايفة ليل بنهار مرضى داخلين، اللي ماسك ظهره، اللي ماسك بطنه، اللي ماسك رجله، كله بيشتكي بألم، لكن الألم دي عبارة عن إيه؟ عايزة تقول إيه؟ هل موجودة إزاي وتفسيرتها إيه؟ وهل لما نيجي نتكلم عن الألام هنتكلم كده مجرد يعني عابرة عشان تبقى حلقة مختلفة، ولا احنا عاوزين نزود الطرح ان حتى ألام الجوع
هي آلام موجودة حتى لو كانت إنسانية. عاوزين نشعر ببعض لإحسان، الشعور ببعض هو اللي بيرفع قيمة الإنسان وقيمة الإنسانية. يعني حتى الجوع ألم، وما ينامش حد وهو جعان لأن ألم الجوع بيعصره. طيب ما نيجي نقول بفكرة مبسطة على إيه هو الألم وإيه منظومة الألم بشيء كأنه فيديو كليب موجود، نوثق فيه مع بعض يعني إيه هو الألم، مكانه فين، إمتى يبقى حد، يعني حد مش يعني قوي، حد بمعنى إنه مفاجئ الآن أو مزمن بقاله فترات. فنيجي نتكلم ونقول الألم، ما هو الألم؟ الألم هو تفاعل الجهاز العصبي مع المؤثرات الخارجية، وبالتالي قدرة الجسم على الإحساس بوجود الخطر، ويحدث هذا نتيجة مجموعة من التفاعلات في الجهاز العصبي المركزي والطرفي. بمعنى يعني الجهاز العصبي اللي ربنا خلقه من أول الخلايا العصبية اللي موجودة في الغالب في كل جزء من جسمنا، من على الجلد وتحت الجلد وفي العضل وفي العظم وفي الفات الدهون وفي الظهر وفي الأعصاب وفي كل الأوعية الدموية وكل في الفسرة، يعني في القلب وفي الرئة وفي الأمعاء وفي الطحال والبنكرياس والكبد، كل جزء من الأجزاء دي والأعضاء دي ليه أعصاب خاصة بيه، ليها خبرة التعامل مع الألم. فألم المرارة مختلف عن ألم الكلى، مختلف عن ألم الحالب، مختلف عن ألم المرارة الحصوة اللي موجودة في المثانة، مختلف عن بطانة الرحم المهاجرة، وإن كان بعض الألام متداخلة لأنها ممكن تكون مجموعة من سبب يا إما تلف عصب نتيجة مرض معين أو مجموعة من الأمراض المتزامنة مع بعضها. يبقى بالتالي هو تفاعل الجهاز العصبي اللي ربنا خلقه من أول إن الريسبتورز المستقبلات لغاية لما يوصل في الدورسال هورن بتاع العمود الفقري لغاية لما يوصل للمهيد الهايبوثالاموس وتوصل الإشارات دي. حينما يتعرض الجسم لأي مؤثر خارجي مثل الحرارة أو البرودة، أدي الحرارة والبرودة نتيجة الثيرمال إفكت أو الكدمات خابطة، تحدث بعض التغيرات الكيميائية، يعني ثيرمال إفكت وبعدين كيميكال إفكت، تغيير حراري ثم تغيير كيميائي، تحفز خلايا تدعم مستقبلات الألم، وهي خلايا متخصصة في، عاوز أقرأ من وراء إيدك عشان في الشعور بالألم. يعني الخلايا دي اللي مسموها النوسيسيبتور هي خلايا متخصصة في الألم، استقبال الألم، والخلايا دي متخصصة يا إما ميكانيكال يا إما كيميكال يا إما ثيرمال. ميكانيكال يعني بمعنى ايه؟ لو ضغطت على ايدك تتألم، ادي ضغطة ميكانيكال. لو البيبي نزل بيفتح عنق الرحم ميكانيكال، يعني ميكانيكال يعني دي في ديناميكية في حركي. حد بلح حاجة كبيرة وجعت زوره ميكانيكال. ميكانيكال يعني ميكانيكية، ميكانيكية يعني حركية. او كيميائي او ثيرمان حرارية، بمعنى ايدك اتلسعت نتيجة حاجة سخنة، وهنا اللسع حاجتين، يا اما حاجة حرارية بسيطة فده الألم الفسيولوجي يقولك ان الحتة دي دافية عاوزة تدفي، حاسس بيها بس مش مرضية، او كيميكال حرق فتشعر بيه، او كيميائية بقى، واحد كروسيفز شرب بوتاس، لمس جلد مية نار، شم بعض الأبخرة، كل دي كيميائية، أو الخلايا الداخلية لما يبدأ يحصل تأثير وتكسير في الخلايا الداخلية نتيجة الالتهابات معينة، يحصل بعض التغيرات الكيميائية والهستامين يطلع وراها فيبدأ يحصل احمرار وبعض الإشارات اللي تيجي من الريسبتورز دي أو المستقبلات دي، وتوصل لغاية بوصلات معينة لغاية الهايبوثالاموس لغاية قشرة المخ أو لمس الهايبوثالاموس المهيد، وتوصل بعد كده من المهيد لقشرة المخ وبعد كده حينما يتعرض الجسم لأي مؤثر خارجي، زي ما قلنا دي خارجي مثل الحرارة والبرودة، أو إنك يحصل تغيرات كيميائية، تقوم بإرسال إشارة تمر خلال سلسلة من الخلايا العصبية داخل الحبل الشوكي في العمود الفقري حتى تصل إلى المخ، تصل للمخ بقى بعد ما وصلت من الخلايا الموجودة على كل الجسم، في أي عضلة، في أي عضو، في أي عظمة، في أي عصب، في أي غضروف، في أي ركبة، في أي أنكل، مما يساعد الجسم على أخذ رد الفعل المناسب
لحمايته من اي مؤثر خارجي ضار. يعني بمعنى لمس ايده كده ان حاجه سخنه او حاجه بقى او كيميائيه راح رفع ايده داس على ابره راح رفع رجله مره واحده تديله رد فعل وكاني احساس بالالم حمايه لي من الضرر او ان ممكن يكون الالم ده معناه انه يا اما اكشوالي في ضرر حصل يا بوتنشالي في ضرر هيحصل يا اما الابره دخلت خرمت فده بالفعل ضرر حصل يا اما كانت على سطح الجلد فكان حمى نفسه قبل ما يحصل بروتكتف يا اما العين عليها حارس فلمحت على طول وراح غمض عينه او بعد يا اما كان الحارس غافل فراحت ايه داخله في العين عملت المشكله ضخمه فحصل التلف. نكمل خلاص قلنا الاشارات بتمر من خلال العصبيه داخل الحبل الشوكي هتتوصل لنا. ايه الالام الحاده؟ الالام الحاده مش معناها قويه. الالم الحاد معناه هو الالم الذي يحدث نتيجه اصابه او جرح ويستمر عاده من اقل من 3 الى 6 اشهر او الالم الذي يرتبط مباشره بتلف الامسجه ويحدث الاستشفاء تدريجيا وفي مده محدوده او معينه. يعني بمعنى ان بالظبط كده لما يحصل خدش واحد بيحلق دقنه او بيعمل فرشه سنان او خله او اي حاجه من الحاجات الطبيعيه اليوميه اللي بنعملها او بياخد شاور ويتزحلق او جرح بسيط سريع ما يقعدش مده طويله ويخف تدريجي بس ويمكن يكون شافيه تماما. ده الاكيوت اونست يعني البدايه في البدايه الحاده في وقت بسيط ويبدا ما ياخدش وقت طويل ويبدا يختفي. طيب نبص على بص معاك هنا او هنا احسن. طيب الالم الحاد واحنا اتكلمنا عليه وقلنا الجرح الموجود وكده الالام المزمنه بقى. الالام المزمنه الالم المزمن هو الذي يعرف بانه الالم الذي يستمر لفتره اطول من 3 اشهر الى 6 اشهر ويحدث التحسن على المدى البعيد. يعني يقعد بقى من 3 شهور لست شهور فيما فوق سنين عمر كرونيك ده. كرونيك بقى كرونيك بلفيك بين. عشان يبقى هنا الفرق ما بين الالم الحاد والالم المزمن. نكمل ده نوع من الالام اللي ممكن تكون بعد الكانسر بين او الارثيتك بين او الالام اللي موجوده. موضوعنا النهارده اللي هنتكلم فيه الكرونيك بلفيك بين ما يخص المراه. كرونيك بلفيك بين الم هو الام الحوض المزمنه. كرونيك بلفيك بين كتير جدا من السيدات يروحوا كل يوم لدكاتره كتير متخصصين مختلف التخصص عشان عندهم الام في الحوض او الام في البطن او الام في الجماع او الام في التبول او الام في التبرز او الام في الدوره الشهريه او الام مستمره ملهاش علاقه باي حاجه او الام مع حركه الامعاء او الام مع الاسهال او الام مع الامساك. الام كرونيك بلفيك بين. نرجع للاولانيه اللي قبل دي الام الحوض المزمن. نرجع للاولانيه الام الحوض نرجع خطوه واحده لورا نقعد بس. كرونيك بلفيك بين الام الحوض المزمنه يا اما زي ما احنا بنقول هي سايكليك اور نون سايكليك يعني انها دوريه شهريه او نان سايكليك يعني بقت الام مستمره. الام ليها علاقه بالدوره الشهريه والام ملهاش علاقه بالدوره الشهريه عشان نفرق للناس في الاخر. الالام اللي ليها علاقه بالدوره الشهريه هنسميها مسمياتها والالام اللي ملهاش علاقه بالدوره الشهريه يعني طول فتره السنه الشهر والسنه واليوم والاسبوع وما بتنامش وبتصحى وعلاقه بالتبول وعلاقه بالالحاح على التبول كل شويه صحيها والام ما ليها علاقه بس فقط باليومين الثلاثة اللي هم بتوع الدورة الشهرية. عظيم. يبقى ده التقسيمة الأساسية. التقسيمة الأساسية. نكمل. آلام الحوض المزمنة ممكن يكون ريفيرد بين، يعني بمعنى إيه ريفيرد بين؟ يعني الألم في مكان ويسمى في مكان آخر. الألم في الرحم بس يسمى في الجلد بتاع البطن. الألم في المهبل بس يسمى في الفخذ. الألم في الـ في الـ في الـ في, الـ في عنق الرحم بس يسمى في الظهر. حيث ينبع الألم من أحد الأعضاء الداخلية العميقة ولكن تشعر المريضة بالألم في أماكن أكثر سطحية وذلك لانتقال المرض أو الألم عن طريق شبكة من الأعصاب المعقدة من الجهاز الداخلي إلى الخارجي على سبيل المثال
الام الرحم تظهر في الجزء الاسفل من البطن، والام المهبل تظهر قلنا في الجلد ممكن على الفخذ من قدام. ده لبعض الناس ان ممكن يبقى الالم ينبع داخليا، ولكن ممكن تقول ايه الحته دي اللي بتوجعني، لكن لما بتيجي تشخص تلاقي الم جاي منين بالظبط. كتير من الالم كده. طيب كتير من الالم ليها ريفيرد بين نكمل. سمع في حته ثانيه. سمع نكمل. ده برضه احنا بنزلنا بنتكلم على الام الحوض المزمنه. بعد كده يا جماعه تمام. كرونيك بلفيك بين، في اتفقنا يا اما الم في الاعضاء في الفيسرا، يا الم في الاعصاب. الم في الرحم نفسه او في الانابيب او في المبيضين، يا اما الم في العصب نفسه نيوروباثيك بين بقى. هنا لما بيكون في تلف في الاعصاب الحوض، والذي يمكن ان يؤدي الى ايه؟ الم في الاعصاب. في الم في الاعصاب خلاص كده. زي بالظبط هنا بعض الالم ابوتريتور نيرف نيورالجيا، بودندال نيرف نيورالجيا، الاوبتريتور والبودندال، فيمورال نيورالجيا، كل دي اعصاب موجوده. على دي كلها اسماء اعصاب، العصب الفخذي، العصب البودندال، محدش يقدر يترجمه. الاعصاب دي لما بيحصل فيها التهابات نتيجه امراض معينه تصيبها، تلاقي ان الالم يسمع في الحوض برضه، وممكن تاخد مسكنات وتعمل عمليات وما يحصلش تحسن الا لما هذا العصب يكتشف انه في حصل له انسلت او حصل له مشكله نتيجه جراحه او نتيجه مرض بشكل معين، او لا قدر الله الناس اللي عندهم سرطانات ويجي لهم الالم لانه بدا يحصل انفيجن للعصب نفسه، فيبقى الالم ده اختراق للعصب. الاختراق للعصب، يا اما العصب ده يستأصل، يا اما يحصل له فيه انجكشن تبدا تحط فيه حقن بحيث انك تخدره، او من حل اخر يبقى بعض الالام اللي موجوده تعمل مثلا زي ابيديورال انالجيزيا او يبقى ده الوصلات. وبالتالي لما بيحصل وصلات مستمره يحصل حاجه اسمها الهايبر الجيزيا، او احساس بالالم المفرط بقى نتيجه الاستيمولاي او نتيجه التنبيهات المستمره من الـ من قواعد دي لمنطقه الاعصاب. نكمل تمام. دي بالنسبه للشكل العصبي لالم الحوض. لالم الحوض، لكن ما زلنا بنتكلم عن الام الحوض المزمنه. طبعا اسباب حدوث الالام بقى بتاعت الحوض المزمنه واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد، الاندوميتريوز، بطانه الرحم المهاجره، هذا المرض اللي فيه الغاز وطلاسم عده، هذا المرض اللي الى الان بيحير علماء العالم كله، لانه مرض بالرغم من انك تحس انه قريب جدا السهل الممتنع بتتكلم فيه وبيتكلموا فيه وتشخيصه يكاد يكون سهل، موجود الام مرتبط بالدوره الشهريه، الام مرتبط بالجماع، الام مرتبط ببعض التبول او، ولكنه عشان بياخد وقت لظهوره الحقيقي لما يكون في الدرجه الثالثه والرابعه يبدا يحصل معاه بعض التورمات او الاورام او الاكياس الشوكولاتيه اللي موجوده عند على الاجسام، فيبدا ممكن تقول ايه ده اندوميتريوزس. لكن لما يكون في الدرجه الاولى والثانيه وكل التصوير الخارجي خارج الجسم لا يراه، لما ممكن تكون بؤره واحده صغيره مجننه الجسم ورافض الجسم ان يهدى الا ان يتخلص منها، وبعض الناس اللي ممكن يعملوا عمليات جراحيه ويتخلصوا منها فيلاقوا بعض السنوات من العمر اللي برضو عندهم الام مستمره حتى لو شروا الارحام، فاول واحد من الالام المفرطه شديده التعقد شديده التميز هو الاندوميتريوزس او مرض بطانه الرحم المهاجره او هجره الرحم او الترحيم ايا كان المسميات المختلفه، ولكن هو بطانه الرحم المهاجره اول واحد. ده اول سبب. اول سبب من ناحيه الشهره. من ناحيه الشهره واتفقنا قبل كده الام بطانه الرحم المهاجره اللي ممكن يكون موجود مباشره لحدوث الام في الحوض، وقلنا ان النتوءات وبروزات بتبقى موجوده وبيحضر تسلبات على الجهاز العصبي نتيجه التغيرات الكيميائيه ونتيجه مما يؤدي لاستمرار اعراض الالتهاب المزمن لكثير من الحالات حتى بعد استئصال المرض. وهناك دراسه تؤكد ان 45% من النساء اللواتي يعالجن من مرض بطانه الرحم المهاجره تستمر اعراض التهاب الحوض المزمن معهم حتى بعد العلاج. الله، يعني انا اتعالج من بطانه الرحم المهاجره ونص الناس 45% يفضل مستمر الالم؟ يعني كل الناس هيفضل مستمر الالم؟ لو كان الالم وهنبدا نفرد بالتفصيل لا يعالج كامله
استبنى جزء ما كناش عارفينه موجود في التصاقات شديدة التعاقد، موجود لم يكتشف في أماكن مختلفة. بعض الناس اللي جالهم بطانة رحم المؤجرة نتيجة أسباب بيئية معينة، وبالتالي لما تعالجوا راحوا في نفس البيئة فجالهم المرض تاني، زي اللي كان عنده سكر وخف ورجع تاني يلخبط في أكله فجاله سكر، زي اللي تعالج من ربو شعبي وراح للأماكن تاني اللي بتثير الشعب الهوائية فجاله تاني الربو الشعبي. يعني معظم الأمراض تأتي وترتجع وتبقى مستمرة وتبقى مستقرة وتبقى مزمنة لو البيئة الخارجية أو الأسباب الأولى لظهورها فضلت مستمرة. تكيسات مبيضين تتعالج وترجع تاني، أكياس تتعالج وترجع تاني، سرطانات تتعالج وترجع تاني لو البيئة المحيطة بالإنسان لم يتغير أو ثقافته تتغير أو يتعامل إزاي هترجع الألم تاني. وتؤكد نفس الدراسة أن حوالي 5 إلى 26% من الحالات التي خضعت لعملية استئصال الرحم ظلت تعاني من الألام بالحوض لمدة عام بعد إجراء جراحة استئصال الرحم. يعني أنا جاية أشيل الرحم عشان قالوا لي إن في بطانة رحم مهاجرة، أو الألم اللي موجود في الحوض بسبب أورام ليفية كان نتيجته إن أنا لما أتحسن لما أشيل الورم الليفي بكل الموجود انتوتو كله على بعضه كده فشلت الرحم. التوتو ديت على فكره كلمه طبيه. طبيعي. عشان بس الناس توتال اسمها كده. توتاليس يعني اشيلها كلها. فشلنا كله برغم كده. في ناس قاعده في البتاع يقول لك توتو على كبوته. لا لا مش قصدنا كده. غير كبوته. توتاليس كلها. فهنا معناها ايه هنا؟ ان بعض الناس من 25% الى ربع الحالات ممكن يجوا يا اما حاجتين هنا، يا الم نتيجه ان كان في جزء اخر سبب الألم اللي موجود فيفضل مستمر، حاجة تعمل حاجة اسمها زي الفانتوم ليج، زي رجل الشبح. لما بيجي يستأصل مريض سكر لا قدر الله اضطرت السكر يعمل غرغرينة ومشكلة في الأعصاب وتبطر الرجل، يفضل ممكن يهرش في رجله أو يحس ان هو عاوز يلبس الشوز أو يحس حاسس برجله وبيهرش فيها، يجي بص ما لقيش ان رجله موجوده بيسموها الفانتوم ليج. فنفس القصه الرجل الشبح، كاني الرحم باشاراته المستمره في معاناته طوال العمر بدا يدي اشارات وهميه انه لسه موجود. الام، اعراض الام الحوض المزمنه بقى. ايه العرض؟ ايه المشكله؟ المريضه جايه بتقول ايه؟ تعرف منين عندها الام حوض مزمنه؟ يعني بتقوم من النوم بتفكر ازاي؟ واتفقنا ان بقى لها شهور او سنين بتعاني من الام الحوض المزمنه. قلنا بتشكي بألم أسفل منطقة البطن تحت السرة، ألم بمجرى البول عند التبول، ألم عند الجماع، ألم عند منطقة الفخذين، تزداد الألم قبل وأثناء الدورة الشهرية. دي ألام الحوض المزمنة. المواصفات بتاعتها إن ألام أسفل السرة بتيجي عند مجرى البول، واتفقنا إنها تيجي مع الدورة الشهرية وممكن تسبق دورة شهرية أو بعد الدورة الشهرية أو في الفخذين. طب أسبابها، أسباب حدوث الألم المزمنة ده خلاص احنا اتكلمنا على الاندومتريوزس واتكلمنا ان أسبابه وأشكاله وعلاقته. ده السبب التاني بقى. السبب التاني في مرض شهير متعرف عليه يمكن بره أكتر الناس تعرفه، يقول لك IBS Irritable Bowel Syndrome اللي هي القولون العصبي. القولون العصبي ده عندها قولون عصبي. على فكره في دلوقتي اراء كثيره بتقول انه ما فيش حاجه طبيه اسمها القولون العصبي. يعني بيختلفوا بقى في توصيفه. بس نقف شويه شويه. الريتابل باول سندروم احد التشخيصات المقارنه لبطانه الرحم المهاجره، واللي يضل تشخيص احيانا بعض المرضى عندهم قولون عصبي او الريتابل باول سندروم. وكلمة سندروم يعني معناها المتلازمة، ومتلازمة يعني مجموعة من الأحداث أو تحدث مع بعضها فتؤكد إن مش حاجة واحدة، مش إن أنا هرشف ودني يبقى ودني تعباني. أيوة. القولون فيه بعض التغيرات وبعض الأعراض الخارجية تؤكد إن ده irritable bowel syndrome أو متلازمة القولون العصبي. نشوفها بقى المتلازمة ونعدها مع بعض. متلازمة يعني كذا حاجة مع بعض. واحد، يتم تشخيص الحالة على أنها قولون عصبي irritable bowel syndrome اذا استمر الم البطن 3 أشهر متواصله من اخر سنه. يعني عندك مريضه بتقول لك انا بقالي 3 شهور الم البطن مستمر. طب ما برضو ما اي حاجه ثانيه هتستمر كده، بس معاها ايه بقى؟ لو الم 3 شهور متواصله مع
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60% من النساء الذين يلجؤون لأطباء النساء بسبب آلام الحوض يعانون من تلازمة القولون العصبي. 60% من اللي راح لدكتور النساء وعمالة تشتكي وتشتكي 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 ممكن يكون عندهم متلازمة القولون العصبي وقدر تشخيص عن شوية التهابات. خد التشطيف ده، خد العلاج ده، وتفضل الام مستمرة. نكمل لأنك كما ان 80% من حالات التي تعاني من الام الحوض المزمنة يشعرون باعراض بنفس اعراض متلازمة القولون العصبي. عشان كده التشابه والمشهد المرتبك عند المريض واحيانا عند الاطباء ان الام الحوض المزمنه فيها كتير جدا من الام الحوض متلازمه الحوض العصبي او القولون العصبي. يعني متلازمه القولون العصبي فيها بعض الحاجات اللي تمشي مع الام الحوض المزمنه، عشان كده يحصل التداخل لبعض المرضى. هو انا فين وده ايه؟ نكمل. هو برضو ده بيخليهم يتحرك. متلازمة القولون العصبي ألام في البطن، انتفاخ، تجشؤ، إسهال أو إمساك أو إسهال وإمساك، يعني أيام كده وأيام كده، ألام أثناء التبرز، ألام مع الجماع، ألام في الحوض، ألام أسفل البطن. اللي ممكن كل الكلام ده اللي يتماشى أحيانا مع ده التجشؤ يعني كده، اللي يمشي مع أحيانا بطانة الرحم المهاجرة. عشان كده لازم تبقى وانت حاطط الدراسه المقارنه من الامراض وبعضها، لازم تكون عارف الامراض وبعضها وكل الاعراض اللي بتبقى جايه الامراض مختلفه، عشان في الاخر تخرج بمريضك بر الامان. نكمل. دي الام متلازمه القولون العصبي اللي برضه في ناس كتير قوي تحفظت على اسمه ده. طبعا اسباب حدوث الالام الحوض المزمنه، ثالث حاجه الانترستيشال سيستايتس او التهاب الخلوي للمثانة البولية أو بيسموه البنفول بلادر سندروم أو متلازمة آلام المثانة البولية. بتلاقي برضو المريضة عندها بعض الأعراض اللي ممكن بيسموها. والانترستيشال سيستايتس أحد الآلام أو الأمراض اللي بتبقى متلازمة مع المرضى اللي عندهم بطانة رحم مهاجرة، وده بيسموه الإيفل توينز أو ثنائي الشر. يعني كان الشرير وحش الشاشه فريد شوقي وشرير الشاشه محمود المليجي، فكان الثنائي احيانا يطلعوا ثنائي الشر الله يرحمه محمود المليجي والله يرحمه توفيق الدين. توفيق الدين ثنائي الشر. بس توفيق الدين كان دايما ايه الشرير الكوميدي اما ثنائي الشرير العنيف كان هم محمود المليجي وفريد شوقي وحش الشاشه وكان يجي العبقري بقى اللي هو اكثرهم براعه كان زكي رستم. طب ما نيجي هنا نقول متلازمة ده كلهم شريرين طبعا. يعني احنا دلوقتي ايه يعني لا احنا على الامراض دي بقى هنا الامراض دي كلها في حاجه دايما الانترستيشال سيستايتس التهاب الخلوي في المثانه البوليه او المؤلم للمثانه البوليه، ده بيبقى دايما مصاحب بطانه الرحم المهاجره. هي حاله مزمنه. ايه هي بقى الانترستيشال سيستايتس دي؟ حاله مزمنه الانترستيشال هو عباره عن الجزء في المثانه المبطل ليه. ما المبطل اللي هو زي بالظبط الخلوي البيني. البيني ايوه البيني. هي حاله مزمنه يحدث بها التهاب لجدار المثانه. طب وبعدين ما يتم تشخيصها على انها التهاب ميكروبي، وبالرغم من ذلك وبالرغم من ان سبب حدوث الالتهاب ليس ناتج ابدا عن طريق العدوى. بمعنى ان المثانه البوليه، وده انا كلام النهارده ده عباره عن فهرس وبعد كده هناخد مرض مرض نتكلم فيه. المثانه البوليه الغشاء المبطن ليها يحصل فيه نوع من التآكل، فدايما العصب متلمس، فدايما عمال ينقل اشارات من الحرقان البول ومن اضطرابات المثانه البوليه، ومن كل شويه طول الليل راحه جايه تولت ممكن تصل ل 16 و20 و30 مره. وبالرغم من كده ده مش يعني نعمل تحليل بول يطلع البول احيانا في التهابات ميكروبيه بالصدفه، لكن في الغالب ما فيهوش استرايل يورين، وتاخد مضادات حيويه مسكنات للالام وتبدا برضو تتحسن احيانا واحيانا تانية لا. واحنا بعد كده لما نيجي نتكلم عنها بتفصيل وهنقول ان علاجها الحقيقي والوحيد ليس جراحي وانما دوائي، وتحط لها بعض الكولا من الادويه اللي تتاخد او الاكل اللي تاخد وادويه تتاخد عشان ما تسرهاش تاني. 90% من الحالات التي تم تشخيصها لانها انترستيشال سيستايتس او التهابات الخلويه
العرض الرئيسي لهم هو الألم والذي يزداد مع امتلاء المثانة ويقل الألم بعد التبول، ويمكن أيضا أن يكون هناك ألم مستمر في المثانة والبطن وأسفل الظهر والمهبل أو الفخذين، كما يمكن أن تزداد عدد مرات التبول أو الرغبة في التبول. يعني الإلحاح الرغبة في التبول، الإلحاح أو الأرجنسي، لو ما لحقتش تروح، يعني جالها رغبة مرة واحدة وما لحقتش تقعد على البنين أو تخش التويلت، مرة هتلاقي البول سبقها، انقبض العضلة اللي تحتيه الدارتوس ماسل مرة واحدة، روح منقبضة بتاعت المثانة البولية مفضية كل البول، ما تلحقش بقى. دي لو هي بتخبط على حد وحد جوه الحمام، كارثة. لو جالها الرغبة لازم يحصل تفريغ للمثانة البولية. وعلى فكرة يعني 90% كتير. رابع سبب أصيل من آلام الحوض المزمنة بلفيك انفلاماتوري ديزيز. بلفيك انفلاماتوري ديزيز مرض التهاب الحوض، بلفيك انفلاماتوري ديزيز ده في كلية الطب، ده فيلم الرعب. ده لو طالب في كلية الطب في قسم النساء اتسأل فيه وما جاوبش يطرد من اللجنة. هنتكلم النهارده تفصيليا على البلفيك انفلاماتوري ديزيز. نكمل لو سمحت، نمشي. مرض التهابات الحوض. مرض التهاب الحوض هو التهاب حاد يمكن أن يؤثر على الرحم وقناتي فالوب أو المبيضين. التهاب حاد يعني التهاب مفاجئ، التهاب سريع يؤثر على الرحم وقناتي فالوب أو المبيض، يعني مش بقاله زمن، لأنه في منه أكيوت وكرونيك، وعادة ما ينتج عن الكلاميديا والسيلين. مرض جنسي، علاقة جنسية خارج نطاق الشرعية لأكثر من مريضة، أكثر من حالة ممكن تكون ليها علاقات جنسية متعددة، أو حد متزوج من مريض لمريضة عمال ينقل، أو علاقة خارجية، نكتشف إن في الاتصال الجنسي حصلت مشاكل ضخمة رهيبة جدا. نتيجة إيه؟ إن لما حصل الميكروب مشي، بدأ يروح يعمل ديستراكشن للخلايا، تكسير وتدمير لخلايا قناة فالوب، واللي ممكن توصل الى المبيض ويحصل خراج داخلي. لو ما لحقش تشخيص المريض على ان بعض الافرازات بشكل معين او ليها ريحه كريهه او افرازات، ويسبب الالام شديده بالحوض، كان البكتيريا ماشيه واصله لغايه قناه فالوب، ولغايه انها تبدا تدمر في خلايا قناه فالوب وتجويف الرحم، وخصوصا وكمان منطقه الحوض والمبيض. ومع ذلك فان بعض النساء لا تواجه اي الم على الاطلاق، وعشان كده ده المشكله، ان برغم انه حاد ودرجه حراره مرتفعه وسير اكتف بروتين في الدم والانتوستريبتولايسين موجود زايد، وبرغم كده ممكن مريضه ما تشتكيش وتخش في مشكله اكبر نتيجه انه بدا يبقى مزمن ويخش في مشاكل اكبر. هنرجع له تاني بس لما نكمل. خامس، ده هنقف عنده كتير. بعد اسباب حدوث الالم الحوض المزمنه، خامس حاله البوست سيرجيكال بين، ألام ما بعد الجراحة أو الماسكوسكليتال كوزس، ألام ما بعد الجراحة وألام الناتجة عن الجهاز العضلي الهيكلي. بعد ما حد يعمل جراحة لزايدة، فتشالت الزايدة أو استئصال رحم أو مبيض أو أنبوبة، أو فتحوا لهم البطن عشان يفكوا الالتصاقات اللي هنبقى نعلق عليها، يبدأ يحدث بعد ذلك بعض الألام اللي موجودة. أو أحيانا جراحة استئصال ورم ليفي أو قيصرية، حتى الولادة أو الولادة لما يحدث آلام بعد الحوض، أو لو ولادة حتى طبيعية وفي بعض المشاكل اللي نتجت عنها بسبب آلام. يحدث ممكن يا إما إن حصل مشكلة في العصب نفسه أثناء الجراحة، أو نتيجة لتكون التصاقات ما بعد الجراحة. التصاقات بدأت تربط الأنسجة في بعضها وما كانتش موجودة، حيث أن هذه الالتصاقات تعوق حركة الأعضاء الطبيعية، كما أن حركة الجسم الطبيعية تسحب هذه الالتصاقات وتسبب الألم. أو يعني خلاص بقى بدأ يحصل إيه، إن الأعضاء مسكت في بعضها، بقى القولون مش عارف يتحرك يعمل ألم، الأمعاء الصغيرة مش عارف يتحرك يعمل ألم، المعدة فيها التصاقات، المعدة يحصل فيها التصاقات، الكبد يحصل فيه التصاقات، ويبدا يحصل الم عند المراره وانزيماته ترتفع. او الماسكوسكليتال بين، الم العضلات والعظام الذي يمكن ان يحدث نتيجه
لزياده او قله نشاط العضلات بقاع الحوض نفسه. احنا بنتكلم كده برضو البلفيك انفلاماتوري ديزيز او الالام اللي في الحوض او احد الالام في الحوض، ان مشكله في العضله نتيجه ولاده طبيعيه وقعدت تحزق الست اكتر من الداعي، اتهتكت كل العضلات الداخليه بدات تضعف، يحصل الام بشكل معين، ضغط على الاعصاب بشكل معين، وضع الولاده وقعدت في الليزوتومي مده طويله فبدا يحصل الليزوتومي ده اللي هو الوضع بتاع الولاده. على فكره بيشوفوا بديل دلوقتي وضع الولاده، كل حاجه بتبص لها بديل بس بتكون عارف يعني ايه الوضع التشريحي، والناس بدات تناقش بعضها عشان يعرف ايه الوضع الامثل، قعدت المريضه مده قد ايه، ما ياثرش ازاي النيرف لما يحصل له كومبريشن او ديكومبريشن او العصب. العصب لما يحصل له انضغاط كما يمكن ان يكون هناك خلل في الجهاز العصبي الجهاز العضلي للحوض والذي يسبب الام شديده. ده مهم جدا لان في مرض اسمه التهاب العضلات اسمه مايوسايتس فايبروميالجيا او فايبروميالجيا يعني برضه حاجات روماتيزم حاجات روماتيزم. كما يمكن ان يكون سبب الالم هو ضغط العضلات او الالتصاقات او الندوب الناتجه عن الجراحه على الاعصاب. يعني لما يحصل جراحه العضله تقرب او تاخد غرزه فتضغط او يحصل كما يمكن اتفقنا. ومن اهم مسببات الالام الحوض المزمنه هو حدوث تشنجات بالعضلات المبطنه للحوض. يعني يعني لما يحصل تشنج في العضله يحصل كلام بالعضله ممكن يحصل كده. ومن اهم مسببات الام الحوض المزمنه هو حدوث تشنج بالعضلات المبطنه للحوض. عظيم. يعني عضلات الحوض كمان اللي ممكن تكون مرتبطة بالعظم وبالجهاز العصبي واللي موجودة في العمق ممكن تكون احد الاسباب الموجودة. كما توجد اسباب اخرى مثل ايه بقى؟ الفايبروميالجيا اللي هي ترجمها دي اللي هي التهاب عضلي المي مع وجود تليف، او الانتيرور ابدومينال كوتينيوس اوربودندال نيرف انتربيمنت الانتربيمنت هو انخناق فخ. كان في فيلم على فكره بتاع جين كورس اسمه انتربيمنت الفخ، وفي عضلات اسمها ريسورس سبازم تقف ولامبر سباين اند ماسل انجري اللي هي الاصابات العضليه او العصبيه اللي موجوده في الـ في الـ في الـ دي كلها حاجات روماتيزميه. طيب. مش احنا اتكلمنا على العموم اهو للالام اللي يكون ممكن تكون مصابه تصيب المراه في العموم. سادس حاجه بتسبب الام مزمنه في الحوض اللي هو بيلفيك كونجيشن سيندروم، يقول لك عندها احتقان في الحوض. هو الاحتقان ده ألم مرض؟ يعني ممكن يكون في عندها احتقان في الحوض. يعني ايه احتقان في الحوض؟ يعني ايه ان ممكن يكون الفاريكوستي او عندها دوالي موجودة، يعني هو ده بيسموه بيلفيك فاريكوستي سندروم. وهو تبين ان سبب حدوث هذا المرض هو مستويات عالية من هرمون الاستروجين، والتي تسبب ايضا حدوث اتساع للأوردة. فالأوردة زي ما بيحصل دوالي في القدمين في الستات كتير في الساقين دوالي في الخصة عند الرجال، دوالي في منطقة الحوض، فيحصل اتساع في الأوعية الدموية اللي موجودة في منطقة الحوض. غالبا ما تكون هناك أيضا علامات من الخلل الهرموني والتي تسبب آلام شديدة أثناء الدورة الشهرية للنساء في سن الإنجاب، كما تحدث آلام الجماع والتي يمكن أن تستمر ساعات أو حتى يوم أو يومين. يعني الخلل الهرموني ده اللي ممكن يكون عندها تكاثم مبيضين، عندها اورام ليفيه، عندها بطانه رحم مهاجره نتيجه خلل الهرموني، وتسبب متلازمه احتقان الحوض الام شديده نتيجه اتساع الاورده بالحوض بشكل غير طبيعي. يعني الاتساع الاورده دي طب هتعمل الم ليه؟ ضغط على الاعصاب مسببه الم شديد جدا، فتلاقي برضه مفيش حاجه شايفها المريض على سونار الا الواحد سونوجرافر شاطر جدا فيعرف يشوف ان بعض اتساع الاوعيه الدمويه والدوبلر يساوي كده فيصيب الكلام. او زي ما احنا اتفقنا قبل كده الم العصب الفرجي لبودندال نيورالجيا بودندال نيرف. كلمه نيورالجيا دي دي حالات تبقى صعبه قوي، موجوده وصعبه بس موجوده وبدات في رجلها وقت لان بقت الموجود. والعصب الفرجي هو واحد من الاعصاب التي تغذي طبعا قاع الحوض، فلما يحصل فيه التهاب يبقى كل المريضه عماله تعمل استكشاف ومنظار وعمليه والالم مستمر وتتطلق الا لما يحصل بودندال نيرف احيانا يوصلوا له زي ما اتفقنا ان يتحقن او يستأصل بشكل معين عشان يبدا الالم يخف. يمكن ان تحدث تشنجات في عضلات قاع الحوض تضغط على العصب الفرجي مما تسبب الام شديده. بس دي حاجه صعبه قوي، حاجه صعبه وحاجه مؤلمه شديده جدا. نشوف بقى اخر حاجه
طبعا اضطرابات المناعه الذاتيه والتمثيل الغذائي ممكن يكون سبب في الحكايه دي. طبعا. الالم العصب الفرجي طبعا تظهر عاده في منطقه البرانيوم اللي هو العجان المبان فتحه الشرج والمهبل وتزداد بالجلوس وكل الاحساس بالالم اثناء الوقوف، يعني لما يكون قاعده واقفه مفيش اي الام، تيجي تقعد الم شديد جدا. وقد يصاحب طبعا التهاب العصب الفرجي بعض المشاكل في المثانه البوليه بالجوار بقى. يحصل افراط في نشاط المثانه او الالحاح اللي هو الارجنسي، ممكن احيانا احتباس بولي لبعض السيدات، يمكن ان تتزامن مع مشاكل في الامعاء، تشنجات، حركه الامعاء المتكرره، وممكن يحصل امساك، ومشاكل اخرى مثل انخفاض الرغبه الجنسيه والام اثناء الجماع. وهنا بقى انخفاض الرغبه الجنسيه نتيجه الالم موجود في منطقه البرنيه، تجربه غير فبالتالي مؤلمه وبالتالي تعزف عن كده بالظبط. وده حالات هنثبتها النهارده ونشوف الناس كان بتتكلم عن ايه، عن الالام اللي موجوده مصاحبه في حياتهم كلهم. واخر حاجه الفالفودينيا، ده التهاب الاعضاء الانثويه، وده حاجه مرض رهيب جدا وبسيط جدا، ومريضه ممكن تشتكي العمر وعماله تتعالج من تشطيف وعلاجاته ومسكنات والتهابات، التهابات الاعضاء الانثويه. هو عدم الراحه والالم المزمن في منطقه المهبل وشعور لاذع وتهيج او قساوه، يعني احمرار والم شديد، كما يكون هناك احمرار والتهاب في المنطقه حول فتحه المهبل. ومن الاعراض الشائعه ايضا الم اثناء الجماع. طيب يؤثر هذا الالتهاب على الانشطه اليوميه، المشي يألمها، القعده تألمها، لو حصل جماع يألمها، لو عندها دوره شهريه مش عارفه تستخدم اي حفاضات تتألم جدا، الاندر وير يألمها، كما ان ايضا ان تصاحبه بعض الاعراض المزمنه طبعا مثلا زي الارحاح والتردد وعصر البول، وتقول لك عملت كل حاجه والم شديد، الالم ستيبنج، الم ستيبنج، الم يعني كان في طعم خنجر موجود، الم كان دبوس، الم كان سن داخل فيها، الم شديد شديد شديد. ده انا اول مره اسمع عنه. لا الفالفودينيا موجود يعني عند بعض السيدات ويعمل مشاكل كثيره جدا، لو عدى بالتاكيد ده الم مزمن وعماله تاخد تشطيف وعلاجات. اخر نوعين في الالم، اخر نوعين انا ما كنتش اعرفهم خالص. الفالفودينيا واحد منهم، والفالفودينيا اللي هو مشكله العصب والفالفودينيا. طيب كان الهدف ده فهرس رائع. طيب كان الهدف من ان احنا نجمع ولا تخوننا ذاكرتنا، واحنا بنعرض كل الاسباب المختلفه للامراض التي تؤدي الى الام مزمنه بالحوض تصيب كل سيدات، ان احنا نقول يا جماعة نعرض الالام وبعد كده نمسك الم ومرض مرض ونبدأ نفسره. والنهاردة الحلقة هتكون عن البي اي دي البلفيك انفلاماتوري ديزيز، الالام التهابات الحوض سواء كانت حادة او كانت مزمنة. تشرب الشاي. طبعا ده كان استعراض لفهرس، انا سبت الدكتور سيد بقى ينطلق انطلاقه يعني عنتريه جباره، وصعبه جدا ان هو يستفيد، يعني تعب لانه قاعد يستعرض كتاب بحاله، فهرس كتاب، والفهرس صعب يعني، لانه لما انت تمسك الام الحوض المزمن او الام الحوض، الام الحوض دي على فكره زي ما انا قلت لو طالب في كليه الطب في سنه خمسه او في سنه سته بقى حسب الناس فين سأل فيها وما جاوبش هيطرد من اللجنة، ما فيهاش كلام. اللي ما يعرفش يا جماعة الالتهابات الحوض وآلام الحوض ويقدر يوصفها ده ما ينفعش يتخرج من كلية الطب. فهنا الكلام مهم جدا. واضح بقى ليه؟ ما هو أنا دايما أقول للطلبة أقول لهم أنت اضطردت ليه؟ لأنك أنت فقدت معلومة شهيرة وشديدة الانتشار بين الناس. واضح قوي إن آلام الحوض المزمنة أو آلام الحوض من أشهر وربما أشهر، ولا أنا غلطان؟ بس هي اشهر اسباب تدخل الناس المستشفيات، واشهر الاسباب اللي ممكن تخلي مريضه تبقى مزمنه وطريحه الفراش لسنوات من العمر، سنوات من العمر، سنوات من العمر، ومن الاحباط ومن الاكتئاب ومن عدم استعدادها ان تبقى جزء فعال من المجتمع سواء كانت ام او كانت بنت. عشان كده كان المفروض ان احنا نفرض نفسنا النهارده بإفراط شديد على طرح الـ 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 الألم بشكل مختلف، وبعدين نبدأ نوصفه بشكل تفصيلي. أنا عندي تقسيمة تانية للحاجة للألام دي، عندي تقسيمة تانية. في ألم
صنعت ومتسبب فيها تدخلات معينه طبعا. وفي الام هي مرضيه، دي حاجه مرضيه طبعا. يعني مثلا الاخير ده سواء التهاب العصب الفالفودينيا او الفالفودينيا ديت حاجه ملهاش سبب. انت تقصد ان احيانا ان ممكن احيانا ان اسباب، ما احنا هنتكلم في كل حاجه يا اما اسباب ذاتيه او غيريه. ايوه ذاتيه، يعني انا اتعرضت لفيروس او بكتيريا نتيجه اسباب مختلفه، نتيجه تعامل في حمامات مشتركه، نتيجه انا بتكلم في حاجه حميديه بسيطه التصرف، وياتي عنها الام مبرحه في الحوض، او تجي التهابات في زايده، او تجي اي مشكله في الحوض فتعمل الام او التهابات زي الانترستيشال سيسايتس او القولون العصبي. لكن في الام غيريه اتعاملت مع غيري زي علاقات جنسيه متعدده وده الاسباب، او ان عملت عمليات جراحيه ابدومينال لابروتومي بمشاكلها الرهيبه اللي كان معاها فتح بطن، فتح بطن ونتج عنها مشاكل كثيره معقده والتصاقات شديده، وتبدا رحله المعاناه اليوميه لكل المرضى. وبعد كده نبدا نفك طلاسم ده ونقول هو في ايه، هو احنا النهارده عاوزين نتكلم في ايه بعد الاسهاب المفرد ده. يعني انا طبعا اتقدم لك بالتحيه الخالصه على الابداع في شرح فهرس ده، صعب قوي صعب قوي، ولكن اللي ركز في الشويه اللي فات دول قدر يقرب قوي من الخريطه العامه لاسباب مختلفه ليه، عشان يبقى في سند حتى لاي مريض عاوز يعرف هو انا هتوصف على ايه او جزء ايه، لان كل كلام بعد كده ليه مدخل وليه مخرج لكل عضو من الاعضاء اللي تناولناه ده، سواء كان عضو عصبي عضو او عصب، نبدا نتعامل معاه ازاي. بينكم اهلام الحوض المزمنه قبل ما اطلع فاصل اشبه بالوضع الحالي في الخريطه العربيه، حاجه كده من كل لون يا بطستة حاجه متداخله وشديده الغموض. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام تاني. اهلا بكم، بلا شك حوار مثمر ومثير ومختلف ومتنوع وشديد الدسامه. الحقيقه انا انبهرت بشرح الفهرس، بس هندخل في تفاصيل الفهرس. بس قبل ما ادخل في تفاصيل الفهرس، الحقيقه في حالات بتسمع في وداننا احنا، حتى احنا يعني احنا كناس بتوع بطن في تداخل في الحته دي بيننا طبعا وبين الدكتور سيد في الحكايه دي قوي. انا بيك يا دكتور سيد، وحشني جدا. حتى اللي انا عايز يعني استشير راي حضرتك فيها، حاجه بتواجهنا وبنتلخبط احنا فيها، لانه بيجي لنا الم، حد بيجي بيشتكي من الم، وبرضه بيجي لنا مثلا قولون عصبي وبتاع، وبعدين وفاجئ مثلا ان هو يعني مثلا خلاص جه لحضرتك فانت رجعته لي بالتقرير بيتعلم معايا سكر، دي حصلت في كذا حلقه قبل كده، خراج في المبيض او خراج في المبيض مع قناه فالوب. لا انا عايز اعلم بقى ازاي انا اميز هذه الحاله من الاول، لان انا بالنسبه لي حاله يعني غامضه جدا ولا استطيع ان اميزها، عشان ما اغلطش في تشخيصها. طيب اعمل ايه؟ طيب اول حاجه الخراج او بيلفيك انفلاماتوري ديزيز، الحاجه اللي انا قلتها ديت حصلت بالفعل. طيب يعني بيلفيك انفلاماتوري ديزيز احد الامراض الشهيره للتهابات المزمنه في الحوض. تاتي الاول يا اما تبقى اكيوت، حاله حاده، حد عمل علاقات زي ما اتفقنا في كلاميديا، حاجه مشهره من البكتيريا، او ناسيريا جونوريا، او حاجات تانية ممكن حتى سيتوماجالو في حاجات بسيطه فيروس يعمل او بعد البكتيريا الموجوده في منطقه المهبل تعمل التهابات في فين؟ في بطنه الرحم وفي الانابيب وفي الحوض المبيض. ينتج عن ذلك التهاب المريضه تشتكي بارتفاع في درجه الحراره والام عند الجماع والتبول او التبرز او شويه افرازات كريهه. ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي الى كده؟ اسباب يا اما الحاجات الدي العاديه المطلقه، اسباب يا اما بتستخدم دش مهبلي كتير، او عندها بتاخد اقراص منع حمل ممكن تقلل المشكله كتير. طب بنزود بنتكلم على المرض ده ليه؟ لان المرض ده اول حاجه هيدمر الانابيب، تاني حاجه 20% او 30% من الناس هيحصل لهم بالتاكيد تاخر في الانجاب وعقم، تالت حاجه من 6 ل10 أضعاف من الناس عندهم التهابات في البلفيك انفلاماتوري ديزيز او التهابات الحوض المزمنه هيحصل لهم حمل خارج الرحم او يجي لهم الام مزمنه.
وهم 30% من الناس اللي بتحجزوا في المستشفيات بسبب التهابات الحوض المزمنه. يا اما نكتشف المرض بدري بشويه التحاليل والكلينيكال سنس الاحساس الكلينيكي، يا اما اكسبرتيز تبقى عندك شويه خبره، يا اما هنا لبعض الناس ان ممكن تكون المنظره والحل الامثل والسحري. بعض الناس اللي عندهم بطانه رحم مهاجره ويحصل بعض المشاكل فيهم او تدخل بدري او دون المستوى فيحصل التهابات موجوده في الشوكليت سيست او الماتيريال او بطانه الرحم الموجوده، التهابات تبدا مزمنه تصل الى ما لا يتخيله انسان على الاطلاق، شديده الوعوره والام مبرحه والتهابات غير خلويه غير طبيعيه. هتوقف دلوقتي لغايه ما نشوف الفيديو ده وبدايته كانت ازاي وسنوات العمر كانت عامله ازاي، ونرجع نعلق على كل حاجه لان احنا العرض اللي كان يعني اسهبنا فيه عشان نبدا نقول هو الناس دول وصل لهم ايه او حصل لهم ايه وايه الايدين اللي كتفت في علاجاتهم وصلوا الى ايه نتيجه ان احنا الازمه لما توصل لنا، يا اما ازمه لما تأزمك تستفزك فتتحرك، يا اما تأزمك فتهزمك لانها قزمتك. حلوه دي، يعني الازمه ازمتك فقزمتك فهزمتك. اها، يا اما ازمتك قزمتك جايه من التقزيم، يعني قزم يا اما صغرتك كطبيب بالاخص. فتيجي تشوف مريضه تخاف تلمسها لاحسن هيحصل ثقب في الامعاء، ما احنا متاكدين ان المرضى متاخرين ان احنا ما نقدرش نشيل ايدينا من عليهم، وبالتاكيد لما المريضه هتبقى متاخره كده وانا خايف ان 5-6 دكاتره هيخشوا معايا نتيجه ان المشكله ممكن تبقى في المثانه ولا القولون ولا ما المريضه هتتحل ازاي مشكلتها لما سنوات العمر عماله تقضيها عشان تاخد مسكنات ثم مسكنات عشان تشخيص من البدايه اتاخرنا فيه او من البدايه كان العلاج معاها خطا فيصل الى ايه. تعال نشوف بعض الحالات ونتكلم فيها. تعال نشوف الحاله اللي جايه دي لانها حاله فعلا مؤثره، وانا هقف عند النقطه دي مهمه قوي. هل في الواقع الطبي الان في مصر، الدكتور سيد قال كده ان هناك من يرفع يده وينسحب ويصير، حضرتك قلت ايه معلش الجمله تاني؟ قلت الازمه لما تجيلك يا اما تستفزك فبالتالي تهزمها، يا اما تهزمك لانها قزمتك فهزمتك. تهزمك وتقزمك. انت تأزمت. فلما تأزمت تقزمت فتهزمت. حلوه دي، تعالوا نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مدام هدى والدة دنيا سامي، والنهارده انا هحكي على حاجه يمكن اول مره في حياتي ومتهيألي مش هشوفها مره ثانيه واتمنى ان انا ما اشوفهاش. بنتي مريضة جدا ووديناها عند دكاترة كتير من أول ما هي بلغت وهي سنة 5 ابتدائي. كل ما تجيلها البر كنا بنبقى في جحيم في البيت. وجوزتها بدري وبعد الجواز لقينا الجحيم أكتر. عرضناها على دكاترة كتير حتى منهم دكتور سويسري عمل استكشاف وللاسف برضه ما اديناش اي حل. قال انا هديها مسكن والكلام ده بقى له اكتر من 20 سنه. في مصر مرينا على دكاتره عده دكاتره من اكبر الدكاتره. كل واحد بيقول ان احنا خلي دنيا تستحمل علشان احنا ما نستأصلهاش الرحم لان هي عندها البطاقه المهاجره. طب يا جماعه طيب يا دكتور عالج اعمل قال ما نقدرش قال لها باستئصال الرحم لغايه لما وصلنا لطريق المفروض. البنت ابتدت ما تخشش التواليت. دي خدت باع طويل بمشاكل كبيره. بعدها ابتدينا في قلب المعده. كل واحد يقول لا انا لو حبيت ان انا اعمل عمليه لازم اوقف جنبي 3-4 دكاتره. كل واحد هيكون مسؤول في تخصصه علشان لما نبتدي نقطع حاجه بالمشط الدكتور المختص بالكبد المختص بالمصاريه المختص بالمعده يبتدي يخيط لغايه لما من اسبوع واحد اشتد عليها المرض جدا جدا جدا
بقت ماشيه محنيه برغم السن بتاعها الصغير، الا انها اصبحت مثل العجوز اللي مش قادر تفرد ظهرها. اخدتها عند الدكتور، الدكتور قال ربما يكون عندها اللسانه ملتهبه، وبعدين المعده، قال لا المعده هي شويه كده بس عشان هي تعبانه، لكن احنا من الصريخ والهيصه اللي احنا فيها قال لنا هو برضو اعملوا السونار. السونار الدكتوره الله يكرمها قالت هي ما عندهاش حاجه في المثانه ولا عندها اي حاجه، هي عندها بطانه مهاجره. طب نعمل ايه يا دكتوره؟ قالت روحوا عند الدكتور سيد الاخرس. قلنا لا يعني نمشي كده. روحنا البيت، كانت ليله مش عايزه اقول هي مرت علينا ازاي، اخدنا بعضنا وفي الفجر جرينا على الطوارئ. الطوارئ عملت لنا الاسعافات اللازمه واخدنا موعد وجينا هنا في المستشفى وتم حجزها، وللاسف طلع عندها انيميا حاده، لان طبعا هي مش بتاكل، هي مش عايشه عيشه طبيعيه خالص، الى ان قرر الدكتور ان يجري لها عمليه. وفوجئت بقى ان هو استدعاني لانه هو ما لقاش زوجها، لانه ذهب للايه؟ للعمل بتاعه. وأول مرة في حياتي أخش غرفة عمليات للمشاهدة، وقد أصابني الهالع الشديد من المنظر اللي أنا شفته. الصديق طالع مثل الشلال الصغير مش عايز يتوقف من كل حتة في قلب بطنها، يعني الرحم مش باين، عندها الأنبوب بتاع الفرد مليان وراء مربي كيس فظيع، اظن يعني حاجه الانسان لا يتخيلها، ولا اتمنى ان انسانه تمر باللي داريا مر بيه. والحمد لله تم اجراء العمليه على خير، والحمد لله انا متفائله ان هي ان شاء الله احنا هنقضي في قلب المستشفى وتقوم على خير. بس نصيحه لكل ام، اي بنت عنده اول ما يكون عندها الام ما تسكتش، ما تعملش زي، لان انا برضو جيل قديم كان عيب ان احنا نودي الدكتور بنت الدكتور امراض نساء. ارجوكم، وانا بشكركم كلكم، بشكر كل اللي في المستشفى من الصغير للكبير، والحمد لله. انا عايزه اقول ولا دكتور انا رحت له كان بيشجعني يعمل العمليه دي لانها كانت خطيره، كان كل واحد بيقول عايز يفتح الدكتور يطلع كل دولار بحبه، وكان هيبقى جنب الفطوره 5 6 دكاتره في العمليه. بصراحه الوحيد اللي كان بيشجع الدكتور سيد بيقينا من ساعه لما دخلت له والاربع سنين وهو قاعد في بالي جوه، قولي بس يا رب، قولي بسم الله الرحمن الرحيم، شجعي وعايزة تتقسمي ولا أي حاجة أنا ليها عشان هو يفكرني. أنا بشكره جدا إن أنا والدي إن أنا مرضي وخير ربنا. طبعا يعني حوار مؤثر ومثير للغايه، وفي كذا نقطه فيه مهمه، انا هاخده من الاخر للاول او اخده من الاول للاخر، بس انا هاكد على النقطه الاخيره، نقطه انه كثير من الناس في مصر عندهم اعتقاد انهم ما يروحوش لدكتور نساء وتوليد طالما البنت لسه صغيره او انسه ويعتبر ضعيف. ما كانش عندهم اعتقاد، هو كان دي حقيقه وده كان المعمول بيه، لغايه ما بعد ما احنا من خلال النافذه القاهره والناس ومعاك وبايمان مشترك ان احنا نصل الى بعض التوعية المستمرة داخل البيوتات المصرية، ان خلاص انا الاوان ان احنا نخرج عن نطاق ما تعلمناه من اشياء تحد من قدراتنا على التحرك، ودايما نخش في الشرانق اللي ممكن تؤزم لنا مشاكلنا وحياتنا فيما بعد، والتأجيل ثم التأجيل ثم التأجيل الى غد يكون ملغم وامتلأ بالمشاكل التي كنا ممكن ان نتعامل معها من البدايه. فاول حاجه النصيحه، لان المشكله لما تبقى بطنت رحم المهاجره في بنات دلوقتي، البنات بقى يجوا عندهم 9 سنين و10 سنين، وكان عندي بنت عندها 5 سنين عندها كيس على المبيض، وهنتكلم دلوقتي لما تبان الاكياس قبل سن البلوغ
انها ممكن تؤثر تبقى مشاكل او لا قدر الله ليها علاقه بالسرطانات او ممكن تدخلها بريكوشس بيبرتي او تدخلها في نضج بدري وتبقى دخل مشكله كبيره مبكر او لما يجي لنا مشاكل فيما بعد بعد انتهاء السن اللي بيحصل فيه دوره شهريه او سن انقطاع الدوره ويبدا الدوره تتوقف ويبقى فيه مشاكل تانية. هنا المريضه عانت معاناه رهيبه جدا لدرجه ان جات لي توكسيميا توكسيك شوك هتخش في توكسيك شوك هيموجلوبينها كان 4.5 توكسيك شوك معناها انه وصلت الالتهاب الم شديد جدا 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 مرحله البكتيريميا يعني في بقى بدا توكسيميا. السموم تنتشر في الدم وهنا عاوز اشد الانتباه بس للمريضه لما نشوفها المريضه دخلت بقى هيموجلوبينها 4.5 رغم انها بتنزفش وبرغم كده هي الام عاوزه توصف كلمه انها عندها الام عندها انيميا حاده الناس بتستخدم كلمه حاده يعني شديده حاده زي فهي عنيفه يعني كلمه حاده بالنسبه لنا طبيا يعني الان فبالتالي يعني نزيف فيحصل انيميا معاه فقدان لكل مكونات الدم عندنا في فرق في الطب بين كلمه حاده وعنيفه بين اكيوت وسيفير اكيوت بدات فجاه يعني عنيفة. شديده ومزمنه نتيجه ايه هنا نتيجه ان الصديد اللي موجود والتوكسيميا اللي موجوده بدات تعمل مشكله في البون مارو او مراكز العظم اللي بتكون نخاع العظم عشان بتكون مصانع الدم ادي واحد وبالتالي في تاثير دلوقتي عليها انها سممتها انها ما تخليش تنتج ايه كرات دم بيضاء كرات دم حمراء ولا بيضاء اثنين ان احنا عارفين ان الدم بتاعنا بيتغير كل 3 شهور وعمر الافتراضي لكره الدم الحمراء 90 ل 120 120 يوم هنا لما يكون في التهاب بيقلل اللايف سبان بتاع كرات الدم الحمراء ادي واحد اثنين احنا لما جسمنا بيعمل مع نفسه مصانع حاجه حلوه قوي ان كرات الدم الحمراء هي المخزن بتاع الحديد فيجي يعمل حاجه اسمها ريسايكلينج للحديد اللي موجود في القديم ياخده في الجديد يصنع تاني الحديد تاني في كرات الدم الحمراء جديده هو بيمنع الميكانيزم ده كمان فبيحرم الجسم من التعادل الطبيعي ويخليه عشان كده الانيميا تبقى موجوده بالرغم ان الايرن يبقى قليل مش عارفين ليه الحديد لكن سيرم الفريتين يبقى موجود وطبيعي الفريتين ده على فكره ده البروتين اللي بيشيل الحديد فتلاقي الفريتين طبيعي والايرن قليل لا الفريتين هو البروتين الذي يحتوي على الحديد معلش هو في فريتين بيحتوي على الحديد والترانسفيرين هو اللي بيشيله فبالتالي تلاقي هنا ان في انيميا بالرغم ان ما بتفقدش دم فنيجي بقى نشوف المريضه اثناء العمليات التصاق شديد 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 وبعد ساعتين نكتشف ايه هنا بقى تعال نشوف مفاجآت وليه بقى السبب هنعرفه بعد الحمل طيب ندخل في اوضه العمليات تعال ندخل اوضه العمليات مع الدكتور سيد ونشوف هو فوجئ بايه بالمنظار ده. في نقطه مهمه قوي واحنا بنجهز للعمليه بس هي ديت الحاله داليا كانت من القاهره الحاله الاجتماعيه متزوجه وهو الى اخره والام بقى شديده مزمنه في البطن والحوض الام شديده مصاحبه للدوره والجماع صعوبه بالغه في التبول والتبرز وكانت عملت استئصال زائده دوديه وزياده اكياس دمويه من على المبيضين اكياس دمويه اللي هي ايه كانت بطانه رحم مهاجره متعالجه قبل كده شالتها ازاي لبروتو من فتح بطن هل انا ضد فتح البطن لا انا مش ضد فتح البطن في حالات محدده ومعينه ومعروفه بشكل معين وضد فتح البطن في حالات زي بطانه الرحم المهاجره لاننا ممكن استدعي الى مشاكل رهيبه جدا 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 كانت ممكن تتحل بالمسار بشكل ابسط هل انا عندي وانا بتكلم بكمل وعي ان انا عاوز ازود الوعي داخل المصريين وداخل مصر ان يزداد قصه للتعامل بالمنظار الجراحي في كل عملياتنا اتمنى كده واتمنى كل المستشفيات وزاره الصحه والتامين الصحي والمستشفيات الخاصه ان ترفع قيمه عالم المناظير الجراحيه عشان بجد المصريين يستحقوا منا ده بدون المتاجره وبدون البعد عن الموضوع وسياقه دخلنا لقينا التصاقات شديده جدا جدا في الامعاء حوض متجمد ما بين منديل البطن وما بين الامعاء وما بين القولون العصبي القولون وما بين المثانة البولية وما بين ان الرحم اصلا مش باين له تفاصيل ولا الانابيب ليها تفاصيل مش باينه ولا شايف انا حاجه ولا في اي تفاصيل حاجه الفرق عادي المثانة البولية من قدام تحس النسيج ملتهب والمناسيج ملتهب جدا موجود بنتعامل بتحسس بشكل معين عشان نجد لينا المخرج اللي هيبقى موجود وانت بتتعامل وانت عارف كويس جدا
ان نتيجه هذه الالتهابات وارد قوي ان يبقى فيه مشاكل في الامعاء بتتعامل معها بحذر. وهنقول قواعد معينه بشكل معين بعد ساعتين من فك الالتصاقات ووصول الى نقطه اللغز. دي بدات تظهر الانبوبه على الشمال، انبوبه متضخمه وبين انها في مش في حجمها الطبيعي، عامله زي البطيخه كده، وطلع براسها الكئيب من بطيخة متضخمه. واثناء طبعا ما بنعمل بنعمل بحاجه اسمها بلانت ديسكشن، يعني نبعد الانسجه بشكل معين. حاسس ان بص هنا بقى المنظر بدات ظهور خراج، الخراج بدات ظهور الصديد. بص الصديد طبعا الصديد نازل منين هنا؟ عنيف قوي. البدايه نازل من الانبوبه اللي احنا فتحناها. بايو سالمنس. طيب صديد في هل المشكله كانت في كده وخلاص؟ احنا رفعنا الانبوبه عشان كل الاعضاء مبيضين بانبوبتين بظهر الرحم كله بالمثانه البوليه كله عباره عن فروزن متجمد في بعض. شوف حجم الصديد عمال يزيد وجاي لك الاول من الانبوبه اللي احنا فتحناها. احد المشاكل التي تاتي بعد الجراحات التقليديه لبطانه رحم مهاجره يحصل فيها انفكشن اثناء التهاب وجراحه كونتامينيشن يحصل اثناء الجراحه ممكن يؤدي الى مشاكل لا يحمد عقباها. تلوث بص الصديد ما حدش هيتخيل كميه الصديد يا جماعه. انا اسف طبعا على المنظر الشديد ولكن لابد من عرضه عشان نعرف المشاكل اللي ممكن نتعرض لها. بص الصديد الناس بدات تاخد بص الصديد بص بص لا انت هتشوف فوران محدش هيتخيله. بصوا انت الى الان احنا لم نتخيل اكتر من ساعه بينزل صديد من المريضه اللي بقالها سنوات من العمر بتعاني. بص الصديد ده لسه عامل زي حمام البركان. عارف حمام البركان؟ حمام البركانيه لما ينصهر حمام البركان انت بتشوف البركان هي الام. انا استدعيتها نتيجه ان زوجها كان عاوز يخش العمليه دي يشوف بالمنظار ايه قصه. وانا كنت عن عمد عاوز اوريه. بص يا دكتور ايمن بص بيملى ازاي من تحت لفوق. بص بيملى ازاي حمام البركانيه عامل زي البركان ونشفط بده شفاط نشفط شفاط مستمر. الشفاط مش ملاحق وفعلا انت بتقول الشفاط مش ملاحق. هنبدا هنا وصلنا هنا ايه هنا وصلنا لظهر الرحم وموجود المبيض. المبيض كان فيه شوكليت اتحول الى صديد. بص الشلال بص يعني بقى ده لسه تاني هي 5 ابتدائي عندها بص الشلال. فبالتاكيد كان بقى فيه فروزن. هنا ابتدينا ناخد بدي سرنجه دي معينه بناخد دي معموله بالبايوبسي بنسحب بناخد جزء من الصديد عشان يتحلل عشان يقول لنا ايه نوع الميكروب الموجود عشان ما ندي نوع معين او مضاد حيوي يبدا تتحسن الصوره شويه. واحنا عارفين واحنا بنشتغل ولسه تاني صديد تاني وشلالات هتنزل تاني. لان عندها صديد فين؟ في الانابيب. عندها صديد فين؟ في في المبيضين. كانت شوكليت ماتيريال اتحولوا الى صديد. عندها بص بص يا دكتور ايمن بص الشلال مش ممكن. انا لما سمعت تعبير الام حاجه الشلال قالت ازاي؟ قالت جملة قالت منظر مفزع جدا. بص الشلال لانك كل جزء عبارة عن كافيتي مقفول على نفسه سنوات من العمر عامل صديد وقافل على نفسه. بالتأكيد مضادات حيوية مش هتعمل اي تحلل لهذه المشكلة لان المضادات الحيوية لازم توصل. بعدين هنا الامعاء واحنا بنستأصلها كولون بنستأصل الالتصاقات عشان نبعد القولون عن منطقه الحوض خارجيا عشان لسه في صديد كان لسه بينزل. ليه؟ لان انا عاوز اوصل دلوقتي وانا بعمل حاجه عاوز اوصل الى ان انا ما سيبش تجويف مقفول على نفسه تاني فيحصل ايه ان الصديد هيبقى انا سبته تاني. وانا مش لازم بالتاكيد ان انا اعمل كومبليت ديسكشن ان انا ابعد كل الامعاء عن بعضها لان وارد قوي ان يحصل مشكله. هنا عندي بقى الام الفساد كانت هنا ايه؟ الانبوبه دي اللي تضخمت. فبصاصل الانبوبه المتضخمه دي لان انا لو سبتها تاني هتعمل تاني مركز لتكوين. فبصاصلها وبعدين ولو سبتها وبدات تتحل حتى بقت فرصه تاني من 6 لـ10 مرات ان يحصل حمل خارج الرحم فيها. المريضه من شده ليه المعاناه ليه تزيد قوي الفرصه كده؟ لان حصل فيها تليف وحصل فيها
جوه بالتاكيد هيحصل اعاقه لنقل البويضات المخصبه او الاجنه الوافده الى البطانه الرحم، فبالتاكيد هتمسك فيها ويحصل حمل خارج الرحم. تمام. هنا بنيجي نصاص الانبوبه. العلم هنا يقول ايه بقى لما تعمل مع كرونيك بلفيك انفلاماتوري ديزيز زي كده، الالتهاب مزمن، هل ينفع ان احنا نتعامل ونستأصل بعض الاعضاء، مش اي حد، عشان هنا في فرصه للنزف وفي فرصه هنا لان يحصل خساره داخل غرف العمليات. بمعنى هنا ايه؟ القولون والانسجه كلها بتبقى فرايبل، فسهل جدا انك تفتح قولون. فرايبل يعني معناها انها فرايبل يعني ايه؟ يعني مفتفته. فرايبل يعني هشه. فرايبل تخيلوا يا جماعه زي فراجايل، بس فراجايل ما فرايبل يعني هشه، احنا ما نعرفش نترجم يعني ما ينفعش اخد فيها غرز. لانها ما ينفعش. انا حسيت وانت داخل المره دي غير اي مره، انا حسيت مرة انت داخل بتتحسس كده النسيج. يعني فعلا بتبقى فيري ميتيكولس، بيبقى ببساطة جدا. وبعدين هنا في قواعد، حتى لما بتيجي تعمل إيريجيشن وبتغسل البطن أكتر من مرة وتبدأ تتخلص من الصديد في كل الصورة الأخيرة دي ريحتنا قوي. لما بنبدأ هنا في قواعد للتعامل مع مثل هذه الحالات الصعبة الضخمة، مش الموضوع إن إحنا بنفتح بطن نفض صديد موجود، أنت إزاي تقدر توصل أولا للصديد، ثانيا إنك تتعامل زي مع الأنسجة، ثالثا ان ما في حاجه اسمها، هل هتعمل حاجه اسمها شارب ديسكشن ولا بلانت ديسكشن ولا تستخدم الليزر ولا تستخدم الهيدرو ديسكشن؟ لا معلش، القاطع الحاد او القاطع غير الحاد، او تستخدم الليزر، ليزر او تستخدم حاجه الهيدرو ديسكشن، تستخدم قوه دفع الميه لتعمل حاجه بلين اوف كليفج، لان الميه بدفعها هتبعد انسجه عن بعضها وفي نفس الوقت ما يحصلش فيه نزف داخلي، وبالتالي برضه بتوصل للتجويف عشان تفض الصديد من جوه وتحط درانق بعد كده عشان ما يحصلش ليه اكيوميليشن تاني، ما يتجمعش تاني، وبعد كده تحط المضاد الحيوي بشكل معين، وبعدين المريضه دي او ما شبهها يتعمل لها سكندري لوك نظره تانيه بعد 3 شهور او 6 شهور عشان ما تبقى من الانسجه دي ممكن ترجع تاني لكفايتها. ممكن يحصل هنا عشان الست المريضه صغيره في السن، فنعمل كونزرفاتيف تريتمنت او بريزرف ان احنا نحافظ على الرحم. يعني كان الحل الامثل التقليدي قبل 30 سنه نشيل الرحم بالادينكسا بالمبيضين بالانبوبتين وكله. الست عاوزه تحمل، هل ممكن دي تحمل؟ هل ممكن تحمل؟ بالجزم ان شاء الله. ليه؟ لان بعد فك الاديزولايسس دي، الاكستنسيف اديزولايسس دي، فرص الحمل بتزيد. فرص الحمل بتزيد احيانا من 50 ل 85% بعد فك الالتصاقات، يعني احيانا تعلو على الحقن المجهري، ودي مقارنه قاطعه بلا ادنى نقاش ولا شك ان الاديزولايسس اللي موجوده فك الالتصاقات بتفك وتحرر الانبوبتين والمبيضين وبتزود كفاءة الأعضاء مرة أخرى وبتزود فرص الحمل مرة أخرى، بل بالعكس الحالات اللي فيها بطانة رحم مهاجرة سواء كانت من غير اندومتريوما وكانت ديب في درجة ثالثة أو رابعة وتعاملنا معها بالحقن المجهري، ممكن نصل إلى مثل هذه الحالات، ونؤكدها ونشوف كم بعض الحالات اللي ممكن لم تعالج من بطانة رحم المهاجرة وكان الحل يلا نعمل حقن مجهري بدون السداد الخاص يحصل كده. هل بعض حالات الحقن المجهري ممكن تؤدي الى بلفيك انفلاماتوري ديزيز؟ ممكن تؤدي الى ذلك. بعض حالات الحقن المجهري تؤدي الى التهابات او احتقان في الحوض والصديد. ممكن. والاسباب ليه؟ لبعض الحالات اللي كان عندهم قبل كده ليتنت بلفيك انفلاماتوري ديزيز او عندهم التهاب كان مزمن وصمت وهدي وانت جيت سرت تخبى مستخبي وكامن وانت جيت سيرته ببعض الحالات فينتج عنها سواء كان في صاحب البويضات او في نقل الاجنه يحصل او في صديد. الادويه او في الادويه المنشطه. لا الادويه المنشطه لا. لا الدخول عن طريق الداخلين، وبل ده وان كان نادر لكن سجل، ولكن في بطانه الرحم المهاجره وخصوصا مع الشوكليت سيست واضحه معالم قطع قطع قطع، ما فيش حاجة اسمها اسحب واشفط كيس، في حاجة اسمها اتعامل بمنظار اتخلص من الكيس اولا
واعد المريضة الى حمل طبيعي او حقن مجاري حتى ولكن ليس في وجود بطانة رحم معجنة. معرفش في شوية الاخرة دول حسيت ان انت وانت بتتكلم قدامك حالات وعملت ألف ورق. حالات وورق ومشاكل يعني ورقة كثيرة. ورقة بتتقلب ورا ورقة وخطأ ورا خطأ. يعني لو انا معرفش هل انا يعني متواصل معك بهذه الدرجة. معرفش ان شفت ورقة كده حد حصل له تطور بعد ما لجأ لحل المجهري وما زبطش بطانة الرحم المهاجرة. واحدة ثانية حصل لها مشكلة بعد ما تجهلت التهابات المزمنة وبدأت تدخل في الحل المجهري فبدأ يجي لها التهابات داخلية. ده كله ممكن يحصل. يحصل كده ويحصل. احنا عاوزين نقول ان ليس الموضوع انا راجل عاشق اللي بطانة الرحم المهاجرة وعالجها وعاشق جدا المريضة تحمل وتحمل ايا كان. لو تحمل بالدعاء، لو تحمل ببعض الادوية، لو تحمل بحقن مجهري، لو تحمل بالمنظار، ولكن اختيار المريضة والحل الامثل هو الامثل بجد لنتيجة حتمية. ما بنحطش المرضى كلهم في سلة واحدة وفي تشخيص واحد وكله يلا حقن مجهري او كله يلا مناظير، ولكن المناظير هي الاساس في التشخيص وفي استعداد لمريضة سواء كانت بتتعالج من الالام او كان بتتعالج من التصاقات او كان بتتعالج من امراض زي كده وبطانة رحم مهاجرة واعدادها اعداد جيد، يا اما لحمل طبيعي زي ما اتفقنا من 50 ل 85% من الناس بعد فكر التصاقات وبطانة رحم مهاجرة ممكن تحمل طبيعي، او استعدادهم الخاص بعد علاجهم وتجهيزهم الى حقن مجهري ما يخشش في مشاكل زي ما هنشوف بعض الحالات. بعد الفاصل هسأل سؤال محدد جدا، ليه ما تركت هذه الانسة المدام اللي كانت انسة وبقت مدام واضح انها تعبيرها يعني وشها عليه كل تعبيرات الالم المزمن، لماذا تركت طوال هذه السنين؟ لماذا كما قال ضيف العزيز دكتور سيد قال ان الايد ما تحطتش عليها الايد الحنينة ما تحطتش رفعت الايادي عنها تركت كمن يصارع وحش فترك مساندوها. هي ده لفظ المريضة ان يعني تعامل مع الالم ولو ان حد يلمسك هيخرم الامعاء او ممكن تبقى جثه هامده او مش تخرج من غرفه العمليات. استعد باستعداد خاص لمثل هذه الحالات اللي محتاجه استعداد خاص. اشتغل في وسط تيم في كل التخصصات بس المريضه المفروض مشكلاتها تتحل، مش الحل ان احنا نبعد وكأن المريضة لما خرجت من باب عيادتك ما تحلتش مشكلتها انها بعدت بمشكلتها. الحمد لله انها بعدت عني وخلاص تروح في حد تاني. عشان كده مشاكلنا بتزيد، عشان كده ان احنا نتقزم نتيجة ان احنا مش بنواجه مشاكلنا. في مثل زمان كان الناس بتقوله الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح. انا بقول اهوت اللي عايز يبقى دكتور وعايز يبقى دكتور ناجح الباب اللي يجيلك منه الريح خش افتحه وقف حتى لو اصبت بالبرد ده انت يعني ويا ريت بقى يعني متطور اكتر من كده وتدور على الابواب اللي فيها ريح طبعا. وتوقف لها وبالعكس تبقى انت اللي مخيف ليها. ازاي تبقى انت مخيف ليها؟ هو ده اللي هنفهمه بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. اهلا بكم. زمان لما كينيدي يختيل ناس افتكرت ان اللي قتل واحد. انا دايما يعني مع النظرية فاتضح ان اللي قتلوا اتنين. ودايما اقول ان الطب فيه مشكلات تشبه لغز مقتل كينيدي. اذا اعتقدت ان القاتل واحد فانت واحد. دايما فكر ان الضربة جت من زاويتين، من زاوية خلفية ومن زاوية امامية. ده في مشهد مقتل كينيدي الشهير جدا في عربيته المكشوفة. الطب وانا بنبهر بآراء حضرتك في حتة او انت اللي اتعلمت منك الحكايه دي قوي ان انت دايما عندك توقع للدبل امباكت الهجوم المزدوج وربما التريبل امباكت وربما الفورس ان الكوادري امباكت ممكن تبقى ضربه رباعيه ممكن تبقى ضربه في كذا وفي المبيض ومش عارف فين وفين. الحاله اللي جايه كده نشوف الحاله دي برضو اللي ليها علاقه مباشره بس نقول نتكلم وهي بتعرض علاقه مباشره ما بين بطانه الرحم المهاجره والخراريج او الصديد اللي بيبقى موجود في الحوض والالتصاقات شديده الوطاه على المرضى الموجود. محافظه السويس 35 سنه متجوزه بقى لها 15 سنه بقى لها يعني بتعلم من تاخر انجاب لمده 15 سنه الام شديده ومزمنه في البطن وانسداد في الانبوبتين وفتحه بطن عم
2006 وازاله كيس من على المبيض ومنظار بطن عام 2012 وازاله اكياس ثانيه وفك التصاقات وعملت كذا مره حقن مجهري وتلقيح صناعي. دخلنا بالمنظار الامعاء ملتصقه في كل شيء، عملنا ديبريشن. يا ريت كان في حاجه قبل ما ادخل بالحاله دي كنت متوقع الالتصاقات، وعشان كده دخلنا بمنظار بشكل معين وكنت شرحه للمرضى. بص لو سمحت نقف هنا، المعده بالكامل ملتصقه، المعده تحت اهي بالكامل ملتصقه مع الكبد فوق مع جدار البطن مع الضلوع في الحجاب الحاجز ده فوق في البطن من فوق. ده ميزه انك انت بتعمل بالمنظار وانت يعني مينيمال انفيزر سيرجن، بتتعامل مع المنظار ما بتتعاملش كانك دكتور مينيمال جاينيكولوجيكال سيرجن، لا انت بتتعامل كجراح منظار، فبتتعامل حتى مع الالتصاقات اللي موجوده قصادك لفك طلاسم الالام اللي موجوده في المعده والالام اللي موجوده في الكبد والالام اللي موجوده في المراره والانزيمات اللي كانت عاليه في الكبد، لان الحاله قصادك كتاب مفتوح تتعامل معها عشان تخرج المريضه ببر الامان. وانت بتتعامل وبتفك الالتصاقات مش عشان تفك الالتصاقات، لازم تكون عندك حكمه. هل بتفك الالتصاقات هتفيد مريض؟ تفك الالتصاقات ممكن يرجع ترجع مره تانية، وهل رجوع الالتصاقات وارد وحتمي لكل المرضى ولا بعض المرضى، ولا ايه الاسس اللي احنا بنفك بيها الالتصاقات؟ هنا هنبدا ننزل المعده من جدار البطن، وهنبدا نحرر الكبد من الالتصاقات، وهنبدا نحرر القولون من التصاقاته. والاول مره يتحرر الكبد من حاجه اسمها هنا ايه؟ فيولون سترينجز، اللي هو ايه؟ كانها اوتار الكمان. اوتار الالتصاقات دي كده؟ اوتار الفيولونه اللي هي الفيولون سترينج، يعني اوتار الكمان. شوف بتفك كل الالتصاقات كانها الاوتار المشدوده للكمان. آله موسيقيه كمانجه يعني. فانت بتفك الالتصاقات كمان باللغه العربيه الفصحى. فك الالتصاقات بتاعت الكبد، بتحرر الكبد تماما اللي المريضه كانت بتعاني من الارتفاع في انزيمات الكبد الموجود، وتبدا تنزل بالتدريج لان في عندك قواعد انت بتتعامل مع فك الالتصاقات. رقم واحد، لازم تحرر الامعاء بمنديل البطن من الالتصاقات الموجوده. لما بتحرر الامعاء وتفك الالتصاقات من منديل البطن، انت عارف ان بيبقى في بعض الاوعيه الدمويه اللي موجوده في وسط الالتصاقات عندك استعداد انها تبقى يحصل فيه شويه نزف بسيط جدا مقبول، وبتبقى مستعدله بانك انت هتتعامل معاه بطرق مختلفه لايقاف هذا النزيف، من اول حتى الالكترو سيرجري بعض استخدامات الطاقه الموجوده المسموح بها زي الباي بولر، او بتفك الالتصاقات بشارب ديسكشن عن طريق الالتصاقات الفيلميه الرقيقه دي عشان ما بيبقاش فيها ماشي اوعيه دمويه، وبالتالي بتبقى شايف كل حاجه. طرف المقص ازاي بتتعامل معاه؟ كانه مايكرو سيزر، التصاقات دقيقه جدا عشان ما بتبقاش ضامن ورا فك الالتصاقات وقابع ايه وراها، ممكن يكون في امعاء مستخبيه ما بتديش الامان لنفسك حتى ان الاله تخونك داخل غرفه العمليات، لان وارد جدا طرف المقص يتعامل مع اي جزء تاني، فبالتالي تبقى عارف انت رايح فين، بادئ فين وبتنتهي فين. عامل خطه داخل غرفه العمليه. اساتذتنا العظام والكبار دا يعني دايما بداوا ان تفك الالتصاقات كانت اهي من موجوده من حتى على الجول بلادر اللي مرتفعه في ظهر الكبد ومرتفعه ومتاخده هي والكبد فوق على الضلوع من جوه والحجاب الحاجز، عشان كده لاول مره الكبد يظهر والحجاب الحاجز يظهر من جوه هنا. اهو الكبد ده بدا يحصل. بدانا ننزل هنا على القولون بالكامل، القولون مع جدار البطن الامامي، بدانا نفك الالتصاقات. في المية كل الانواع الالتصاقات زي ما اتفقنا وعلمنا وقلنا كتير ان الالتصاقات ممكن تكون رقيقه وفي المية وترانسبيرنت وشفافه، وممكن تبقى معقده وماشي فيها دنس ومكثفه وماشي فيها اوعيه دمويه. احنا بنلاقي كل انواع الالتصاقات اللي بتبقى موجوده نتيجه ان الالتهابات مستمره، وزي ما اتفقنا قلنا قبل كده ما كانت الالتصاقات مستمره فعماله تطلع النسيج الفايبرين، حتى لما قلنا دعاب المكنه طلعت قماش لا تتوقف الالتصاقات ما بين الاجسام المصابه والاجسام حتى الغير مصابه، اللي مش لازم يكون السيروزة بس اللي فقدت نتيجه عمليات جراحيه سابقه. بوصلنا هنا لمنطقه القولون، وعلاقه القولون هنا وهو نازل دايما بتدور على البلين اوف كليفج لغايه ما وصلنا هنا. بلين اوف كليفج هو منطقه الفصل يا جماعه، منطقه هنا وصلنا ان المثانه البوليه اماما ملتصقه مع
بدأ لأول مرة ظهور الرحم بعد فك التصاقات بعد مرور 4 ساعات بدأ يظهر الرحم. بعد كده بدأنا نفك الالتصاقات من على الرحم وبدأنا نبدأ نشوف ايه بعد فك الالتصاقات. في الجزء التاني بقى، الجزء التاني هنشوف كمان حاجة مفاجأة، لأن الفيديو اكتر من 6 ساعات فبنحاول نختصره فاختصرناه في 6 دقايق يعني. ده الجزء التاني نفس العيانة، نفس العيانة. احنا كده وصلنا الى بعد 4 ساعات من فك الالتصاقات المستمرة. بتشال الاربع ساعات دول متواصلين ولا متواصلين؟ مفيش بريك. بص بقى بدا هنا يحصل ايه، ظهر الرحم برفعه تاني صديد. بس ده يختلف على المره اللي فاتت، ده لسه انت هتشوف هنا برضو حاجه رهيبه جدا 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 برضو. بدا يحصل هنا صديد. الصديد انت في الاول بيظهر لك في الفيلد وانت بعد ما وصلت، بعد ما بعدت الامعاء وبقيت في مرحله امان مؤقت، ان انت بعيد خالص عن اي اعضاء تؤثر على حياة مريضة. بنبص نلاقي هنا ايه، ارفع ده مبيض، كان فيه تشوكلت ماتيريال اتحولت الى صديد. اسحب الصديد، ارفع الرحم الملتصق تماما وقافل باوش في دوجلاس، صديد. اسحب الصديد، نفس الشكل بتاع الحمم البطني. اسحب الصديد وارفع صديد. بص هنا الخلايا، حاسه تلاقي الخلايا فيها بيجيلك ممبرين، صديد ينزل بدفعات وكانه خرج من اسره، مارد كان مقفول عليه سنوات العمر ده وبدا يشعر ان انفراجه صديد. معنى كده ايه؟ ان في علاقه مباشره ما بين بطانه الرحم المهاجره وفرصه وجود تيوب اوفيريان ابسس او خراج في منطقه الحوض، خراج في منطقه الانابيب والمبيضين، في علاقة مباشرة وزايدة كتير جدا. حتى تبان اكتر مع مين يا دكتور ايمن؟ دي بقى المفاجأة في الحوار، تبان مع الناس اللي ما خلفوش قبل كده. بص الصديد الست اللي جالها خلفت اكتر من مرة، صعب قوي ان جالها خراج في الحوض. يجي للمريضة اللي ممكن تكون ما خلفتش قبل كده، لان اللي بيخلفت كتير بيحصل سبريشن الاندومتريوزس، بيحصل احباط لانها كل ما بتتوقف 9 شهور حمل يحصل هبوط لفرصه يحصل بطانه رحم المهاجره تبقى موجوده. هنا احنا بقى لنا قد ايه؟ واكتر من ساعه بدون ادنى تجاوز صديد نازل، واحنا بنحاول نفك هنا دلوقتي المبيضين من اسرهم. دي الساعه كام؟ حوالنا 5 ساعات ونص 6 ساعات في المنظار. في المنظار خرجت الحاله برضو بالانبوبتين، استبعدوا واستؤصلوا، المبيضين اتحرروا، والست دي ما خلفتش قبل كده. وكان بيحصل هنا ايه؟ سحب لبطانه الرحم المهاجره للاكياس الدمويه، فحصل سكندر انفكشن وحصل القصه دي كلها. عشان كده تاني بنقول مفيش حاجه اسمها سحب كيس ابدا الا يكون صديد. مأمول بيه ومسموح بيه، وعالميا الاي جي ال والقشري ما عندهاش مشاكل في التعامل انك انت تسحب كيس صديد عن طريق الالتراسونيك، تخش وتسحب الصديد، بل بالعكس كمان ممكن تحقن بعض المضادات الحيويه داخل الصديد. ده يقلل المشكله، لانك ما بتدي صديد وعامل كبسوله حواليه، ولو كانت ده كان شوكولات ماتيريال وعامل كبسوله حواليه، فصعب جدا المضادات الحيويه توصل للمنطقه دي، فمش هيحصل ريزولف. الحل الامثل تدريجيا لو كان حاجه بسيطه بنعالج بمضادات حيويه، حتى لو كان امبيريكال عشوائي، لغايه لما نقدر نسحب عينه بالصديد، ممكن نسحب تحت تحت السونار، وبعد كده نحقن بعض المضادات الحيويه لغايه لما تطلع نتيجه المضاد الحيوي عن طريق المزرعه. يا اما الحل الامثل والنموذجي منظار ثم منظار ثم منظار لفك الطلسم الموجود من الالتصاقات الشديده ومن خروج الخراريج دي والتعامل معها، والحفاظ على مبيضين ورحم لامراه منتظره في يوم من الايام انها تكون ام. طيب هنروح لحاله ثانيه، الحاله الثانيه ديت هنسمع شرحك اول فيها، لان دي فيها مفاجات مهمه جدا. نشوف مع بعض. وعمليه برضه عينة 43 سنة متجوزة بقالها 22 سنة بتعاني من تأخر الحمل، ما حملتش قبل كده، عملت قبل كده استكشاف مرتين
عشان فك التصاقات، وكانوا بيدوروا على تاخر الحمل سببه ايه. المريضه جايب تشيكي النهارده، اهم حاجه كان عندها انها بقى 9 سنين ما بيحصلش اجماع نتيجه الالام المبرحه في الجماع والافرازات اللي بتنزل عليها مستمره، فبالتالي ما فيش فرصه لها. لما احنا كنا متوقعين ان يبقى في التصاقات شديده، جينا هنا بدل سيبنا الصورة المدخل الطبيعي لينا بالكاميرا، دخلنا بالفيروس نيدل عشان نملى البطن، واحنا بنملى البطن عملت جغرافيا كده كان ايه في التصاقات في المنطقه دي. دخلنا سيبنا الامبلايكس او الصرة، ودخلنا صبر امبلايكس بحوالي يعني 10 سنتي فوقيها، فندخل بالكاميرا كده واحنا داخلين قابلنا هنا لوب من الامعاء متعلق في الصرة المشاور اهو، يعني كده متعلق في الصرة، وادي التصاق تاني. يعني لو كنا دخلنا في الصرة كنا نخش فيه الدبريشن التاني، ادي جزء تاني من الامعاء الملتصقة كلها بجدار البطن. كل دي اسباب تعمل الم. هنا كمان في التصاق ما بين نهاية الامعاء البسيطة او الدقيقة والاعور السيكم. حرك الرحم اهو، احنا عاوزين نوصله لان في ارتشاح. الانبوبه شكلها هنا فقط، نهايتها مسدوده، هي فعلا مليانه افرازات، وده اللي بيحصل. خلي كده الافرازات، المفروض الافرازات بتخرج من الانبوبه وتملى البرتون زي ما احنا شايفين بعض السوائل الموجوده اللي برضو هنحللها دلوقتي. هنا موجود الأنبوبة، الفيمبر اند بتاعتها مقفولة وهي عاملة زي الدرام ستيك اللي هي العصاية الطبلة. الأنبوبة مش ماشية فيها الصبغة، مقفولة، فكل اللي بيحصل بيرجع تاني فيها. جابت دي حلوة، عدت الصبغة. يعني معنى كده ان احيانا رغم ان دي باينة بالأشعة بالصبغة، اللي كان فيها بيلات رهيب وسامس، يعني الانبوبتين مزودين. الحمد لله دي كويسة، ممكن يحصل فيها حمل. نرفع المبيض، يعني دي انبوبة هنفكها. طبعا ادي الفيمبر اند، ادي وشوف كأنها اتطبق الصوابع متطبقة على بعضها. هنلاقي صديدة، يعني ده تفسير للمريضة دي ايه الالم المبرح ده. هذه أنبوبة اسمها بايوسالمس، صديد داخل من الأنبوبة أهو. ده تفسير المريضة اللي بتصرخ وبتألم ألم شديد جدا، واحد من أسباب الديسبرونيا الغير ملحوظة، وكله بتفكر بس إنها عشان الحمل بس. طيب إحنا ليه فتحنا الأنبوبة؟ حتى لو إحنا مكررين إن إحنا نقفل إن هنشيل الأنبوبة دي، حتى لازم نفتحها نعرف مكوناتها تبقى إزاي. هناخد عينة عشان نعرف الصديد ده نعالجه بايه، لان النوع الميكروب اللي فيه، وفي نفس الوقت نعمل درينج. بص قد ايه صديد، محدش يتخيل يا ست كل ده موجود فيه صديد رهيب جدا جدا جدا. فبالتاكيد حتى لو احنا جينا قفلنا الانبوبه بس من عند الرحم وشلناها، هتفضل الست تعاني من الالام تاني. طبعا الصديد ده كمان، الصديد اللي نازل ده بالتأكيد كمان بينزل، يعني ده جوار. يعني ايه جوار؟ يعني ده جار للمبيض، فبالتأكيد السموم اللي نازل من هنا بتمتص من على سطح المبيض، تمتص على سطح المبيض. البويضات اللي بتطلع الفولكرالز، يعني فلويد اللي بيبقى موجود فيها ده، بيبقى مليان توكسينز، فبيغير او سموم بيغير الدي ان ايه بتاع البويضات. عشان كده ممكن الست دي ما تحملش حتى لو بالحقن المجهري لبعض السيدات الزاكنة اللي عندهم التهابات في الحوض. يعني ممكن يبقى مندور بس ان احنا طلعنا جنين، بس مشكلته ان هو بيبقى جنين هيبقى ضعيف ومش هيكمل. احنا كده فضينا انبوبة، هناخد عينة. طبعا يعني هنا الـ 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 الالغاز، يعني انا فعلا الجزء بتاع الجزء بتاع الانبوبه وهي بتطلع البص، شوف انت لما دخلت توقعت ان هو ايه، هي المريضه بالرغم 23 سنه وما بتخلفش وما عملتش علاقه زوجيه لمده 9 سنين، بقى 9 سنين، وقالت لي بص هو جوزي اتجوز وخلف.
كتر خير. انا ما بقتش المشكله عندي كده وتسع سنين هو بقى عازف عني لان في افرازات كريهه مستمره وانا نفسي متضايقه ومحبطه وعمال اخد تشريف وعلاجات ومفيش حاجه خالص. ارتشاح في انابيب هنا الارتشاح في الانابيب يبان بالسونار حاجتين مهمين قوي عشان الناس تبقى فاهمهم. السونار الفرق ما بين الارتشاح في الانابيب والصديد في الانابيب. الارتشاح في الانابيب يبان كانه لو في التصاقات في الاكيوت انفكشن يسمى حاجه اسمها الكوج هول الكوج ويل. كوج ويل اللي هو الترس تبان زي الترس. الثانيه تبان حاجه اسمها بيدز اون سترينج يعني زي السبحه. تبان الكرونيك المزمنه. لما شكينا هنا انا متاكد ان في صديد. الصديد ده هو اللي يعمل افرازات وريحه كريهه واللي يمنع الحمل واللي يعمل الالام المستمره ودرجه الحراره المستمره والالام الفظيعه جدا. ستي تتحسن. هل المنظار لما تتحلي مشاكل المرضى ممكن يحصل امل بقى وحلم وممكن تحمل مره او الثانيه بمجرد انها تحلت مشكلتها مره واحده بس بالمنظار ولا كل مره لو مشكله عندها تتحل بالمنظار فتحمل وتعملها منظار ثاني؟ لو اتحلت المشاكل دفعه واحده حصل انفراجه واحده وممكن يحدث الحمل مره ومرات. خلي بعض المرضى يقولوا ان انا طب ما تيجي افاجئك واقول لك افاجئني بقى افاجئ الدكتور سيد انا بقى يلا انا تعالى نشوف مع بعض. طبعا انا فرحان جدا ومبسوط قوي طبعا بفضل ربنا ودكتور سيد. انا بصراحه كان بقى لنا 5 سنين تعبنا مع الدكاتره بصراحه وفينا يعني عمليه كبيره وهي تنجح او ما تنجحش والكلام دوت واحنا برضه كذا حد وعملنا قبل كده برضه تجربه وما نفعتش. بس في حد كان قال لي على الدكتور سيد يعني بصراحه مجرد ما جيت وكشف عليها قالنا ما تقلقوش الموضوع يعني ان شاء الله كل شيء هيبقى يعني هيبقى كويس. هو الموضوع كان صعب جدا هي يعني بصراحه حالتها نادره جدا جدا بس بفضل ربنا يعني والدكتور سيد يعني قال لنا ما تقلقوش. هو قال لنا حاجه بسيطه جدا ان هو عمل لها منظار وبعد المنظار تقريبا بكام شهر حصل الحمل يعني الحمد لله بصراحه الدكتور يستاهل الشكر بصراحه تمام. بصور معاكم دي الولاده الثانيه ليا بعد عمليه المنظار دي حمل طبيعي وانا حبيت اصور معاكم قبل الولاده. طبعا احنا لفينا كتير عند الدكاتره كذا دكتور يعني وكل ما بروح لحد يعني بيكبر لي الموضوع قوي وقالوا لنا ان حاله المدام محتاجه حقن غالي محتاجه طفل اناليب الحاله غريبه جدا. طبعا احنا قعدنا فتره كبيره على النظام دوت لحد ما وصلت الدكتور سعيد يعني هو يعني بسط لنا الموضوع وقال لنا ما تقلقوش باذن الله خير وطلب مننا شويه تحاليل بسيطه جدا. وبعد ما عملنا التحاليل قال لنا انتوا مش محتاجين هي مش محتاجه غير عمليه تظبيط يعني هو منظار بسيط قوي وفعلا عملنا المنظار وبعد المنظار حصل حمل تقريبا بعد 3 أو 4 شهور على طول ودي اول مره. وتاني مره حصل حمل طبيعي جدا من غير اي ادويه من غير اي حاجه. طبعا الفرق بين ده طبعا اولا واخيرا الدكتور سيد انا بجد مش عارف اشكره ازاي.
كالعادة أبهرني أبهرتني وكالعادة أسعدتني جدا بهذا الحوار، وتحدي كبير جدا فتحنا على أنفسنا وهو ما يسمى بآلام الحوض المزمنة. وآلام الحوض المزمنة اللي ليها أسباب كتيرة قوي شرحناها الناس كفهرس في الأول بطريقة أكاديمية جدا بس مهمة جدا، علينا أن احنا نمشي في هذه الفهرس وفي هذه المجموعة اتباعا، وانا انتظر الكثير والكثير لكي تبهرني كالعاده. فانا بشكرك شكرا جزيلا. كتر خيرك يا دكتور ايمن، واتمنى يعني ان احنا نمشي بالتوازي الام الحوض المزمنه مع الام مصر المزمنه لاخروج ان شاء الله في الانفراجه اللي مصر تستحقها ان شاء الله رب العالمين، واكيد اللي كل سيدات مصر يستحقها ان يبقى ما عندهمش مشاكل صحيه نتيجه تدخلات غير أو دون المستوى فتؤدي إلى مشاكل ضخمة أو جامة تأثر على حياتهم وتأثر على جودة حياتهم وتأثر على خصوبتهم وعلى مستقبلهم. وكالعادة يعني الباب اللي يجي لك منه ريح قبله وانت هتستريح. كل شكر والتقدير لضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والعلم الكبير أستاذ دكتور سيد الأخرس استشاري أمراض النساء والحقن المجاري وجراحة المناظير وأطفال الأنابيب الحاصل على الزمالة الأمريكية المناظير الجراحية المتقدمة المساعدة على الإخصاب، عضو جمعية الأوروبية والأمريكية للخصوبة والعقم، عضو الجمعية العالمية لجراحات مناظير النساء والمؤسس لمستشفى الأمم العريقة ولأول مركز متكامل لعلاج بطالة الرحم المهاجرة في الشرق الأوسط، أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي والاسم العالمي المتميز نورت دكتور سيد. كتر خيرك يا دكتور. بلا شك بلا شك صحتكم امانه في رقبتكم، ولازم تفهموا كويس جدا ساعات بنبقى صعبين، ساعات بنبقى علميين جدا، ساعات بنبقى بنتكلم بطريقه فيها نوع من الاكاديميه نسبيا، ولكن كل ده ايمانا منا بان مشاهد الدكتور مختلف، مشاهد الدكتور اكثر وعيا، ونقلوا وعيكم دوت للي حواليكم عشان ما نجيش يوم من الايام نقول يا ريت اللي كرم مكان. أكيد بكرة حلقة جديدة من دكتور، إلى اللقاء.